بركاته، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. الجمعة مبروكة وبخيت عليكم يا أهلنا في كل مكان. الجمعة 24 يوليو 2020، يسعدنا أنه نواصل في سلسلة التربية اللي هي بالتعاون الباحثين السودانيين بالتعاون مع مركز آمنة لتدريب الأسرة والطفل ومديرته ومؤسسه الأستاذ إيتار صلاح التاي الاختصاصي في الإرشاد والصحة النفسية. اليوم الحلقة الثالثة هتكون بعنوان دور المدرسة في التربية، وعشان نستعرض الكلام ده هيكون الضيوف بتوعنا. اعتذر دكتور عمرو إبراهيم مصطفى، لكن معانا دكتور شهد عباس أبو الريش، ماستر في البابليك بوليسي اند بابليك هيلث ات كيس ويسترن ريزيرف يونيفرسيتي في أمريكا. معانا الكوتش عاصم الأقرع، منسق البرامج التدريب الناشئين الدولي جي تي اي بالسودان، وهو محاضر دولي لاتحاد التنس الدولي. معانا الدكتوره وصال محمد عثمان خليفه، وهي اسيستنت بروفيسور في جامعه الاحفاد وفي اداره مدارس عالميه بتقدم برامج الاي جي سي اس اي والانترناشونال بكالوريا. هنبدا الجلسه بتاعتنا ان شاء الله بكيك اوف او كيك ستارت من استاذه ايثار، ونعتذر يا اخواننا للتاخير اللي حصل لكميه بتاعت مشاكل فنيه وكده. انتوا عارفين انه الناس الابطال والبطلات اللي بتخشوا من السودان دي ترفع عليهم يعني القبعات، لانه المشاكل كثيره، كهرباء انترنت الى اخره. فشكرا جزيلا اليوم استاذ ايثار، تفضلي. طيب السلام عليكم ورحمه الله. شكرا كالعاده دكتور انور على الفرصه الجميله. شكرا دكتور وصال، كوتش عاصم، دكتور شهد على وقتكم أول حاجة، وعارفين إنه اليوم يوم جمعة وكل زور في بلد والزمن والجوطة، فشكرا لكم إنكم قدرتوا تنظموا وتكونوا معنا. كان نفسنا أكيد دكتور عمرو يكون معنا، بس للمشاكل التكنيكال ما قدرنا. طيب الليلة الحلقة بتاعتنا هتكون طيب معلش بس دقيقة. طيب لحد ما استاذ ايثار تجي راجعه اقول لكم انه اخواننا الجلسات بتاعت التربيه دي مهمه جدا جدا، وكنت اسبس لنا في الضيوف هنا ده انه لو كانت في السودان في ارض الواقع يفترض انها تكون في مدرسه في نادي في الى اخره، دي واحده من الحاجات اللي حكيتها في الكونسيدريشن. ايثار تفضلي. هلا معلش. طيب احنا الليله عايزين نتكلم في السلسله بتاعتنا بتاعت سلسله تربيه الطفل، وصلنا في الجزء الثالث وعايزين نتكلم عن دور المدرسه في التربيه. يمكن ناس كثيره شويه تستغرب شنو دور المدرسه في التربيه، طب ما التربيه دي حقت الام والاب او لا، طيب المدرسه ايوه التربيه والتعليم. فدي الحاجه اللي احنا عايزين نتكلم عنها الليله، وانه هل فعلا المدرسه عندها دور كبير؟ هل المدرسه هي الدور أكبر ولا لا؟ البيت دوره أكبر؟ كيف نقدر نقسم النسب دي؟ هل المدرسة بتأثر فعلا على الطفل ولا ما بتأثر؟ فبنجي نلقى إنه فعلا المدرسة إذا مسكناها، وبعد شوي حامل يعني حفكيكة كده شوية العناصر حقت المدرسة ذاتها، بنجي نلقى إنه هي فعلا المدرسة بتأثر ليا على التربية، حتى التربية جوا البيوت المدرسة بتأثر فيها، بتأثر على شخصية الطفل، بتأثر على طريقة تفكير الطفل، بتأثر على السلوك الطفل، وبتأثر على الأسرة ككل في الآخر. ليه؟ لأنه إذا مذكرين في أول حلقة كنا بنتكلم على إنه المجتمع، فقمنا قلنا الطفل بيطلع من الأسرة الصغيرة للأسرة الكبيرة للمدرسة، فهي جزء من المجتمع اللي بيأثر وبيتأثر بالتربية عموما. طيب كيف أنا أقدر أقسم المدرسة وأقسم العناصر حق المدرسة عشان أعرف إنه هل فعلاً هتأثر؟ طيب لما أنا أقول تأثير المدرسة على التربية، أنا أركز على شو؟ أنا يعني المدرسة دي بالضبط هي من جوا عبارة عن شنو؟ بكل بساطة المدرسة هي مجتمع مصغر من المجتمع الكبير اللي إحنا عايشين فيه. فلما تأخذ طفلك وتدخله في المدرسة دي، انت بالضبط شلته نقلته وخليته يعيش الحياة، التجربة بتاعت الحياة اللي احنا بنعيشها برا في الحياة العامة.
ليه؟ لأنه فيها كمية من الناس، كمية من زي ما حسي حقول العناصر مختلفة، فيها كمية من الكالتشرز، ثقافات مختلفة، ناس جايين من باك جراوندز مختلفة، فحنجي نلقى إنه فعلاً المدرسة هتأثر. إذا قسمت المدرسة جوا حلقة فيها الإدارة، حلقة فيها المعلم ذات نفسه، حلقة فيها المقرر والمنهج، وحلقة فيها الأنشطة بتاعت المدرسة، القوانين اللي بتتخطى في المدرسة، الأصدقاء وباقي الطلبة. يعني أنا قصدت إني أفصل الأصدقاء من باقي الطلبة، فدي الأودة المجتمع حق المدرسة والعناصر اللي أنا لازم أفكر فيها. أنا كأم أو كأب مفروض أنظر، ما أشوف بس مدرسة ومثلاً الناس قالوا كويسة ولا كده، لا، في عناصر كثيرة أنا لازم أخذها في بالي، لأنه يعني لازم تكون متأكد إنه المدرسة حتعمل تأثير كبير في تربيتك لطفلك. ممكن تضطر أنت تغير يعني طريقة التربية 360 درجة بسبب المدرسة اللي قاعدين فيها أطفالك. ممكن تبتدي تتطرق للطرق بتاع التربية مختلفة بسبب المدرسة. وكثير بنسمع أهل بيقولوا لك إحنا ما كان يعني ضل طريقة بتاعتنا، لكن نعمل شنو مع أصحابهم كده، أو طيب إحنا نبتدي نقنعهم كيف هم أصحابهم كده ونحن ما عايزينهم يبقوا كده. يعني الزول ما بكون خاطب باله إنه طفله حيتعرض لمواقف مختلفة عن المبادئ حقتنا مثلاً، عن القوانين حقتي في البيت. فلو مسكتهم شوية شوية، أنا طبعاً ما حتكلم عن كل الحاجات، وكالعادة بدي مقدمة صغيرة وبخلي المختصين هم يتكلموا فيها. فإذا مسكنا الإدارة، المناهج، المعلم في ذاته، القوانين، حتتكلم لنا عنها أكثر دكتورة وصال بعمق أكثر باختصاصية. لكن لو بصورة عامة ممكن نقول إنه يعني أنا كأم، أنا كأبو، لازم مشيت مدرسة أنظر للإدارة، لأنه الإدارة هي فعلا بتخلينا نعرف إنه هل الفيجن، هل الميشن، هل الرولز المخطوطة في المدرسة دي فعلا بتتحقق ولا ما بتتحقق، ده عن طريق الإدارة. فلازم أكون عارفة الإدارة بتاعت مدرستي دي المنهجية بتاعتها شو بفكروا بيها طريقة. إذا جينا للمعلم، المعلم إحنا بنفتكر هو مؤثر كبير جدا على التربية. ليه؟ لأنه هو أول قدوة بيحاكوها الأطفال. يعني حنلقى الأطفال في الروضة بيقولوا لما يلعبوا مدرسة وكذا بيحاكوا الأستاذ حقهم بالضبط، بيتكلموا زي الأستاذ حقهم بالضبط. فأنت كمعلم مفروض تكون عارف أنه أنت بترسل رسائل تربوية قبل ما رسائل أكاديمية للطلبة بتاعتك. وقفتك بالنسبة لهم رسالة، الصوت حقك، الكلام، الألفاظ اللي بتستعملها معهم، طريقة العقاب، طريقة التحفيز، كلها حتى طريقة الكلام حقك، يعني مش الكلمات بتختار، يعني لو بتتكلم سريع، لو بتتكلم براحة، كله ده بيأثر لنا على الطفل. لو انت معلم حنين، لو انت معلم لا صعب، كله بيأثر على شخصية الطفل. طيب هل المناهج والمقررات بتأثر؟ دكتورة وصال حتتكلم عنها أكثر وبتخصصية أكثر، لكن نفكر فيها بصورة عامة إنه أكيد بتأثر. يعني لما أنا أختار منهج معين لطفلي، انت اخترت تربية معينة لطفلك سابقة. ليه؟ لأنه المنهج أصلاً بيكون فيه المبادئ. المنهج ده عبارة عن مبادئ مخطوطة، في معلومات صح، بس في مبادئ مخطوطة لطفلك. في نفس الوقت في الطريقة بتاعت الإبداع، بتاعت التفكير، التفكير التحليلي، هل فيه حاجات للقيادة، حاجات للريادة، كلها المنهج ده هل فعلاً بطبق الحاجة دي؟ يعني ما إنه أنا عايزة أدخل مدرسة معينة أو لا عاجبنا المنهج ده، طب هو المنهج ده عبارة عن شنو؟ دي حاجة لازم نعرفها إحنا كأهل، لأنه أي منهج، أي صفحة فيه عندها رسالة في شخصية طفلك، في تفكير طفلك، في السلوك حق الطفل. طيب الأنشطة بصورة عامة هتكلم عنها حسي، هعمل مقدمة زي ما قلت، لكن كوتش عاصم إن شاء الله بعدين حيتكلم معانا وحيدينا معلومات أكثر. فالأنشطة في المدرسة، يعني كثير من الأهل بيجوا بيقولوا والله المدرسة أكاديمية رهيبة وعشان كده إحنا عايزينها. الأنشطة ما ضروري، ما مهم في أنشطة ما في أنشطة، ما مهم كيف، ما مهم. الأنشطة بتساعد كثير جدا
في بناء سلوك وشخصية الطفل وفي تعديل سلوك الطفل. يعني أحياناً مشاكل كثيرة في المدارس بتتحل بالأنشطة، ما بتكون محتاجة ليه ولا تعزيز ولا عقاب ولا تدخل بتاع ناس، بس عبارة عن أنشطة بتعدل لنا سلوك الأطفال. الأنشطة بتساعدنا إن إحنا نكتشف المواهب بتاعت الأطفال اللي عندنا، إنه ننمي الإبداع اللي عندهم. الأنشطة بتتضمن حتى العمل الجماعي، العمل الاجتماعي، العمل الخيري، كله جوا الأنشطة. الاشتراك في المسابقات العامة، الاشتراك في المسابقات الدولية، الاشتراك في الأنشطة ذات المدرسية، في الاحتفالات، دي كلها حاجات ما رفاهية بالمناسبة، دي حاجات أساسية بتساعد فعلا في بناية شخصية الطفل ده. هل الطفل ده بقدر أنا أقومه عشان يطلع طفل مفيد للمجتمع، طفل بيقدر يؤدي رسالة للمجتمع؟ دي كلها هنلقاها عن طريق الأنشطة. إذا جيت مسكت قوانين المدرسة اللي هي يقول مدرسة عندها يعني مدرسة صارمة ولا مدرسة لا مصمص ولا مدرسة أصلاً ما عندهم قوانين، الحتة دي مهمة شديد. القوانين بتاعت المدرسة دي أول حتة طفلنا بيتعلم فيها إنه في حاجة في الدنيا اسمها قانون. كنت امبارح بتكلم مع دكتور وصال فبحكي لها انه عندنا مجموعه اسمها الصحه النفسيه للطفل، فجزء من المحاور حقتنا انه بنتكلم على انه كيف يعني يكون سلوكنا جيد وكيف نتبع القوانين وليه نتبع اصلا القوانين. فطبعا اول ما بدينا الاطفال يعني زعلانين شديد انه اصلا في قانون، وانه اصلا ليه المدرسه بتحط قوانين وليه لما نمشي الحديقه في قوانين. لكن بعد ذاك بعد ما يعني مشينا في النقاش وفهموا انه القانون ده بيحميك انت اول، يعني القانون ده ما ضدك انت كطفل، القانون ما ضدك. فانت كأم او ابو لما تمشي مدرسة وتكتشف انه المدرسة دي عندها قوانين، المفروض تكوني مبسوطة شديد، لانه القوانين دي ما اتخطت عشان تعزي طفلك، القوانين دي مخطوطة عشان تطور طفلك، عشان تساعدك في تربية طفلك. القوانين بتخلي طفلك يفهم انه في سيستم في الحياة. ما هتكلم عنها أكثر، هخليها للدكتور وصال. طيب قبل قلت إنه أنا يعني قسمت الطلبة لأصدقاء والطلبة الباقيين ليه؟ نمسك الطلبة الباقيين، كيف بيأثروا لي في الطفل؟ بيأثروا لأنه الطلبة الباقيين دي عبارة عن المجتمع الخارجي، عن كمية من الثقافات المختلفة، عن كمية من الأسر المختلفة، عن كمية من الأفكار المختلفة. وحتى لو مثلا في المدارس العالمية كمية من ممكن يكون في أديان مختلفة، فالطلبة المختلفين ديل حاجة كويسة للطفل بالمناسبة، ما مش حاجة ما كويسة، حاجة كويسة إنه بيفهم يعني شنو الاختلاف بين الناس. بس في نفس الوقت هم حيأثروا في طفلك، يبقى حيأثروا في طريقة التربية. أنت الرسائل اللي أنت محتاج ترسلها لطفلك إنه كيف يقدر يتعامل مع المجتمع المتعدد ديل. برضو ممكن يحصل تنمر في المدارس، برضو بيأثر في طفلك وفي الطريقة بتاعت التربية. وأخيراً حاجة للأصدقاء، الأصدقاء أكثر عنصر في المدرسة بيأثر على تربيتك أنت كأم ولا كأب، لأنه هم يعني بيسمعوا كلام بعض أكثر من أنه يسمعوا كلام الأم أو الأب. فمهم أنه إحنا نكون مقربين، مش نخاف انه لا صاحب ده وما صاحب ده. يعني في اهل فعلا عندهم خوف شديد، قربوا من اصحابهم، انزلوا معاهم لعمرهم، خالطوا الناس دي، اعرفوا طريقه تفكيرهم شنو، هم فعلا بيأثروا بيتأثروا ببعض، فيبقى احنا لازم نتعامل معاهم. زي ما قلت انه ان شاء الله نفس المحاور دي حيتكلموا عنها بعمق اكثر معانا دكتور وصال وكوتش عاصم، ومعانا دكتور الشهد حتكون لنا الشهد اللي هتمثل لنا الأمهات، وعايزين كده بعدين نحكى معك شوية عشان نفهم الأمهات وتجارب الأمهات. حدي فرصة لدكتور وصال تعرفنا بنفسها وتبتلع. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين. إزيكم وكل سنة وانتم طيبين. مقدما نحن في الأيام المباركة دي، أول حاجة اسمي وصال محمد عثمان خليفة، خريجة الأحفاد، ماجستير علم النفس ودكتوراه علم النفس، ودرست في الأحفاد لمدة 14 سنة، والآن في مجال المدارس العالمية في إدارة المدارس العالمية.
وده المنطلقه اللي انا جيت بيها. انا في المدرسه كاداره، والخلفيه بتاعتي تخصص علم النفس. طيب في الحقيقه الكلام يعني زي ما ما شاء الله يا ايثار لخصت النقاط كلها، اديت الناس سمري قبل ما نبتدي. هو كبير جدا جدا، لكن بنحاول عشان الزمن ناخده في شكل نقاط، وربما يكون برضو النقاش افيد من حيث انه الناس شنو الحاجات اللي عليها لبس او هي عايزه فيها توضيح اكثر. طبعا الكل يعرف انه في السودان بالذات طبعا الفلسفه بتاعه المدارس تختلف عالميا، تختلف بال يعني بكل المقاييس في المدارس حسب المنطقه اللي انت واقع فيها من العالم. ونحن كلنا بنعرف تمام العلم بانه نحن في السودان هنا بنعول تعويل كبير جدا جدا على التربيه، بنقول عليها التربيه قبل التعليم، وده لاهميه القيم والمعايير وبناء الشخصيه، وانه نحن عايزين فرد يكون يعني مواطن صالح في المجتمع. واكشولي هي دي ده بيت القصيد، انه نحن في النهايه يعني بمصطلحات اليوم نحن دايرين في النهايه زول ده يطلع علينا مواطن صالح من عائله المواطنه الصالحه، اللي هي بتكون اساس للسلام الداخلي واساس للسلام المجتمعي واساس للسلام العالمي ان شاء الله. نحن دايرين اطفال يقوموا بتربيه سليمه وصحيحه وصحيه وقويمه وقويه، وبالتالي لازم نحن نعين لشريك اساسي في التربيه بتاعه الاطفال. الاسره ما عادت الشريك الوحيد المسؤول من تربيه الطفل، وانما المدرسه شريك اساسي في تربيه الاطفال. عندنا شركاء ثاني نحن ما يعني ما بنتحكم فيهم شديد، لكن داخلين معنا لقدام زي ما نحن حنشوف في النقاش. لكن خلونا نبتدي بالتربيه ودور المدرسه شنو في تربيه الاطفال. واحده من الحاجات الاساسيه نحن لا يختلف عليها اثنين، يعني ما دريت تعريف التربيه والكلام اللي اتقال قبل كده في ما شاء الله في الجلستين الجميلات اللي فاتوا كان فيهم زخم بتاع معلومات، لكن لا يختلف اثنان انه التربيه اساسا من المنزل. اساس التربيه تبدا من المنزل، لانه اهم ما نحن بنعرف انه علميا اهم سنوات لبدايه تكون الشخصيه، وبالتالي زرع بعض القيم عند الاطفال اللي هي السنوات الاولى من العمر. ودي بتختلف فيها مدارس كثيره، يعني المدرسه التحليليه بيقول انه اهم سنوات هي الخمسه سنوات الاولى من عمر الطفل، وبتجي المدرسه مدارس اخرى بتعكس حاجه ثانيه زي ما انا حوضح بعد شويه. نحن قلنا الكلام ده ليه؟ لانه بنقول انه في السنوات الاولى احيانا كثيره الطفل بيكون يعني في كميه من الصفات ومن القيم اللي هو ممكن يكتسبها من الاسره، لكن للاسف نحن يعني بنقلل من قدره الطفل على انه هو حيفهم وحيستوعب وحيقدر يعني يقول شنو يكتسب الاشياء اللي احنا راغبين منها يكتسبها دي، في حين انه بالعكس ده بيكون العمر المناسب لانه نحن نبتدي زرع بعض الاشياء. والكلام ده بيكون ظاهر للامهات لما الاطفال يخشوا الروضه. احنا بنتكلم عن صفات مثلا زي الشيرين، وزي ما بنقول شيرينج از كيرينج فور اكزامبل، بعدين برضه بنجي للتطبيق. لكن القيمه دي بتبتدي من البيت، الطفل لازم يتعلم تو شير فور اكزامبل مع اخوانه مع اخواته، حتى مع الام والاب بمعاني كثيره، تو شير الزمن، تو شير الالعاب، تو شير اشياء كثيره. فدي واحده من النقاط اللي انا عايزه اقولها، انه اساس التربيه بتبتدي من المنزل، وبتمتد بانه لما الطفل يستقبل في المدرسه، يعني ما بتكلم عن عن التعليم القبل المدرسي بس، لكن سنوات المدرسة لغاية سنين المراهقة لغاية عمر 18 سنة يعتبر عند طفل، بيكون فيه عملية مستمرة من إنه الطفل يتعلم ويتربى ويقوم إن شاء الله. طيب الحاجة اللي دايرة أقولها إنه واحدة من أهم الحاجات يعني الناس لازم تكون خدتها ومستصحباها معاها، إنه نحن بنتكلم كده مثاليا نظريات، لكن ليه انا الطفل ده لما اجيبه لك في المدرسه بتحصل اشكالات؟ ليه بتحصل مشاكل؟ ليه بيحصل ضرب؟ ليه بيحصل احتكاك؟ ليه بتحصل مشاكل؟ في الحقيقه ما ننسى انه المدرسه هي اول محطه مجتمعيه بالنسبه للطفل،
بيتم فيها اختبار ما تعلمه، يعني قد يكون بعض الأشياء يا جماعة تعلمه الطفل لكن تظل في طور النظرية. يعني إذا كان الطفل ده فلنفترض إنه وحيد، أو فلنفترض إنه يعني كان مدلل، لكن بنقول له شارك حاجاتك في حدود، بيجي لمجتمع أكبر كبير جدا جدا، فالطفل بيحتك بإنه سواء قوانين المدرسة، سواء كان ده رأي المعلمة، سواء إننا نحن عقبات عواقب اجتماعية، لأن أنت ما تكون داخل في الإطار المجتمعي، دي واحدة من الأشياء المهمة جدا جدا بيعانيها الطلاب، فبيخش الطفل في 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 تحديات، خلونا نسميها تحديات. الحاجة اللي برضو غير إنه نستصحب المعلومة دي، الدائرة أقولها إنه الحاجة دي الناس ما تخاف منها يا جماعة، الحاجة دي صحية تماما. المدرسة ما معناها قوقعة مثالية فيها كل الظروف المثالية اللي بيتربى فيها الطفل، هي بيئة مصغرة أكيد أكثر اتزانا من المجتمع الخارجي، لأنه نحن بنحاول نضبط فيه عوامل كثيرة جدا، عوامل تربوية كثيرة جدا جدا ناهيك عن العوامل الأكاديمية، على أساس إنه تكون البيئة ملائمة وبيئة صحية وبيئة متزنة بالنسبة للطفل، لكن أكيد فيها سمات كثيرة من المجتمع الكبير. طيب، فدي حاجة أنا حبيت يعني أبتديها وأستصحبها يعني معانا من الأول. طيب، قلنا الكلام ده لأنه المدرسة زي ما قلت يعني مايكروكوزم من المجتمع الكبير، فيها بيجوا طلبة فيها باختلافات، يعني سواء كانت عقلية، نفسية، دينية، أخلاقية، تربوية، وما وقس يعني على ذلك. يبقى إنه أنا المدرسة بتاعتي، المدرسة المفروض تكون شنو وظيفتها؟ إنها غير إنها تزود الطلاب ديلة بالمعارف والمهارات الأساسية، لكن رسالتها الحقيقية فإنها هي تنقل الأطفال، هي تتلقى أطفال، تنقلهم لي من أطفال إلى تلاميذ، والأطفال والتلاميذ تنقلهم لي إلى أعضاء مسؤولين صحيحين في المجتمع. يبقى دي مسؤولية كبيرة جدا جدا وضخمة جدا جدا، وما المفروض نخليها نحن تكون مسؤولية يعني غير منظمة وما عندها فلسفة واضحة وما عندها رؤى واضحة. طيب، عشان قلنا كده الحاجة دي بتظبطها لي الرؤية والرسالة حق المدرسة المعينة، ومن هنا بقول واحدة من أساسيات يعني العملية التربوية إنه الرؤية والرسالة بتاعة المدرسة تكون واضحة جدا جدا، وما واضحة بس بل وتشارك مع كل الشركاء في العملية التعليمية والتربوية، سواء كانوا معلمين، سواء كانوا إداريين، سواء كانوا أولياء أمور، سواء كانوا الطلبة ذات نفسهم هم لب القضية نحن بنتكلم عنها. ده يا جماعة بيخلي الناس تنزل بطريقة سيستماتيك، لأنه طيب المناهج دي شكلها كيف، المهارات دي شكلها كيف، قوانيننا شكلها كيف، ده كله بيجي من الفلسفة العامة الحتضبط لي الإطار اللي نحن بنتكلم عنه ده. فعلى هذا الأساس يعني بنشوف نحن يعني دائما حقه نربط ما الكلام بس النظري، نقوله كمان نربطه بالواقع. مدارس كثيرة جدا جدا نحن بنكون دخلناها يا جماعة، من نخش بنلقى الرؤية والرسالة والقيم يعني مكتوبة ومنصوص عليها، لكن حقيقة الأهم من إنها هي منصوص عليها كيف بتطبق على أرض الواقع. ودي الحكاية إن إحنا هسه الآن يعني فيها ضعف شوية، لأنه أنا متأكدة لو سألت أي معلم تربوي، سألت أي إدارة، قد تدي كلام جميل جدا جدا عن إنه والله دي الرؤية ودي الرسالة ودي القيم، لكن التطبيق حقها هي process، هي سلسلة مستمرة من الخطوات الممنهجة والمنظمة عشان الناس تصل بأسلوب يخلينا نحن بنقدم إطار تربوي بجانب الإطار الأكاديمي يكون سليم ونافع للطالب اللي نحن بنتكلم عنه ده. واحدة من الحاجات اللي أنا دايرة أشير لها يا جماعة، إنه صح زمان كانت القيم يعني بنقول إنه والله المدرسة قيمها 1 2 3،
لكن الطفرة اللي حصلت وأنا معها أشير لمدارس معينة عشان الحكاية ما تكون دعاية ولا تكون لمدارس ضد مدارس أخرى أو كده، لكن حق الناس تنتبه لأنه حصلت طفرة في الأسلوب التربوي بأنه القيم دي الآن أصبحت تطبق وتنزل في المناهج بصورة علمية. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه إذا أنا تكلمت عن أنه والله عندي قيم معينة أنا لازم الطلبة يتعلموها، يعني مثلا الشيرينج ده، طفل خلاص من الروضة تعلمت شير الألعاب تمام، كبر شوية في مرحلة الأساس عرف أنه بيقدر يميز بين صاحبه المحتاج، صاحبه النساء فطوره مثلا يقدر تشير معاه الفطور حقه أو قروشه مصاريفه بتاعت اليوم ذاك وما إلى ذلك، لغاية ما يكبر شوية بعد 12 and plus بيتعلم أنه تشير مع الكوميونتي الأكبر حوله. فبالتالي أنت كيف حتنزل القيمة دي في المنهج حقه؟ كيف حتنزلها؟ بتنزل بطرق مختلفة. مثلا إذا تكلمنا عن العمر الكبير ده كمثال، ممكن نتكلم على أنه والله في الخدمة المجتمعية ده نوع من الـ من الـ من من الكير مشكلة، وبالتالي هل المدارس دي لما تتكلم على انه والله we care about others وانه نحن في خدمة المجتمعات، وهل في المناهج تطبق في components في عناصر بتوري انه الحاجة دي مطبقة ولا لا، وهل في معايير بتقيس بتقول والله انا طبقت الحاجة دي بنجاح ولا بس يعني زي checklist عملنا خلاص خدمة مجتمعية، سواء مشينا لمدرسة زرعنا شجر او كانت عملية مستمرة حاجة ممنهجة ولا حاجة كانت يعني انا حاولت زي ما بقولوا تدخيلة كده غصبا على المنهج. فده بيصير لنا الاهمية بتاعت انه يا جماعة الحكاية بتخش من الاول في التخطيط وفي وضع المنهج، في انه التربية دي ما بس حاجة برا الفصل ولا في ساحات اللعب ولا في وقت البريك ولا وما إلى ذلك، لكن التربية دي جزء أصيل جدا بيخش في المناهج بطريقة علمية جدا جدا. والآن بدأت الخطط العلمية يعني الخطط للتدريس سواء كانت وحدات أو يعني مواد معينة بيكون واحدة من أهم الأشياء ما هي القيم المرتبطة بالوحدة اللي أنت بتدرس فيها وكيف حتطبقها مع الطلبة وكيف تنزلها للأرض الواقع. فده تحدي حقيقي، فيه تحدي للمعلم، تحدي للفلسفة بتاعتك أنت بتطبق فيها ولا لا، والأجمل تحدي للطالب إنه الأشياء الحاجة دي ما تكون في الإطار النظري وإنما أنا عرفت برضو أطبقها في أرض الواقع بشكل عام. دي بصورة يعني عامة، دي أهمية إنه الحاجة دي تتنزل على دكتورة وصال. الصوت وقف من عندك، شكله الشبكة يا دكتور أنور لأنه حتى الصورة عندي. نعم ممكن يكون حصل disconnection. طيب ممكن اخش كوتش عاصم. طيب لحد ما دكتور وصال ترجع لنا ان شاء الله يا دكتور. نعم. عاصم كوتش عاصم ادينا تعريف كده ظريف عن نفسك، عرفنا بنفسك، عارف الناس اللي معانا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله يعني نحن بقينا موجودين هنا معاكم وبنرحب بكم وسعيدين حقيقة إنه تطرقوا يعني موضوع زي التربية، لأنه موضوع التربية هو موضوع بيختص ببناء الفرد، والفرد هو أصغر خلية في المجتمع، فإذا الفرد صالح بقى صالح معناها الآخر بيكون صالح، معناه الآخر معناه المجتمع بتاعك، معناه تبتدي من البيت، تبتدي من المدينة وتمتد لحد ما تبقى البلد كلها صالحة، لحد ما تبقى الأمة صالحة. فموضوع التربية ده من أخطر حقيقة المواضيع اللي يجب إنه الإنسان يطرقها باحترافية، فلكم الشكر يعني على هذا الطرق يعني. ويعني بنقول إنه التربية ودور المدرسة في التربية. لا بعد شوية كده بس انتهي بس من المحور ده سريع. تمام تفضل.
أي. بنعتبر إنه المدرسة حقيقة دورها كبير جدا جدا في تقديم التربية نسبة لأنه الواقع اللي إحنا عايشين فوقه بيقول إنه في تحديات كثيرة جدا جدا بتلاقي الأسر. التحديات الاقتصادية مثلا، يعني عندك مثلا الولي الأمر أو ولي الأمور بيكونوا يعني في تحدي بين إنه هل يجروا ورا الناحية الاقتصادية وتحسينها ولا يكونوا قاعدين ملازمين في وقت أكثر مع أولادهم عشان يتابعوهم ويتابعوا نموهم وتكوين شخصياتهم وحاجات زي دي وكده. في السابق الموضوع ده كان سهل وكان محسوم وكان سنة الغد الزمان ديك وكده كانت حكاية مهمة جدا جدا في التربية. الآن الواقع بيقول إنه بقى أغلب أولياء الأمور في حالة بتاعت يعني انشغال شديد جدا جدا وكده، وحتى الموجودين هم ذاتهم ومتابعين بيقى الجيل ده مرتبط بحاجات أكثر زي ما تفضل يعني تفضلتم سابقا في ذكر الحكاية دي بالبيئة الحوالينا. فبيقى البيئة هي اللي بتشكل حقيقة أو عندها الدور الكبير في تشكيل البيئة في تشكيل الشخصية بتاعت الفرد يعني، وطبعا الفرد في النهاية نحن نقصد الطالب. فبقت هنا دور المدرسة حقيقة يتعاظم. ليه؟ لأنه إذا أنا عندي ولدي وعندي بنتي وأنا جاري في مكان الشغل توفير الناحية الاقتصادية اللي هو تحدي كبير وتحدي محمود وطيب يعني ومطلوب، فببقى بعد ذاك ولدي بيقعد مع منو أكتر، الساعات اللي بيقعد فيها أكتر هي الساعات اللي بتشكل شخصيته. هو الطفل بين يا إما في المدرسة يا إما في البيت يا إما في الشارع أو قليل من الوقت بيكون فيه مع الأرحام وكده. فحتلقى إنه بالحسابات أغلب الوقت هو قاعد في المدرسة، المدرسة بيقعد فيها 8 ساعات أو 7 ساعات، دي زي ما يقولوا 7 ساعات نظيفة. بعد ذاك احتمال يكون في دروس ما بعد اليوم الدراسي، في حاجات بيكون مرتبط بها أيضا، بيكون عنده ساعتين تاني، فزمن طويل بيكون قاعد في المدرسة. فحتى لما يرجع البيت بياخد له حاجة بسيطة كده عشان يعمل الواجبات ويأكل وينوم عشان تاني يوم يمشي المدرسة. برنامج ضاغط جدا جدا وأغلبه محور المدرسة، عشان كده المدرسة هي يعني دور عندها دور كبير متعاظم جدا جدا في تشكيل الشخصية بتاعة الطالب وتقويم سلوكه أو حتى إفساد سلوكه. يعني مهم عندها بتلغي بيضوها على سلوك الطالب سواء كان إيجابي أو كان سلبي. طيب إذن الاهتمام بالمدرسة حاجة مهمة جدا جدا، الاهتمام بنوع المدرسة مهم، الاهتمام كما تفضلتم سابقا بالقوانين في المدرسة، الأنشطة في المدرسة، البدرس منو كده، الحاجة دي بقت مهمة إنه الناس تراجعها. زي ما تفضل الدكتور وصال بيتكلم كان عن القوانين وبتتكلم عن إنزال يعني كثير من اللوائح ومن الحاجات وكده، وده بالنسبة للمدرسة. الطالب لما يرجع البيت حيكون عنده التحدي بتاع إنه أعمل كده وما تعمل كده وحقه تنوم كده وحقه ما تصاحب كده، يعني بيلقى إنه مواجه بكمية من الحاجات ضد رغباته، ما كلها لكن جزء منها كبير ضد رغباته، فكيف تقدر تخليها هي جوا رغباته. حقيقة هنا بيجي دور الرياضة. الرياضة حاجة محبوبة، ما سمعنا بيزور بيكره الرياضة لحد حسي، ما عارف سمعته ولا ما سمعته به، لكن ما في زول بيكره الرياضة، لأن الرياضة حاجة ممتعة جدا جدا، بتلقى فيها الانطلاق، ما فيها يعني ده في البداية بالنسبة للمبتدئين، يعني بيطلع الطاقة السلبية، يعني زول الخاش الرياضة وبمارسها وينتهي من التدريب الرياضي، ما بكون يعني زي ما خش زي ما مرق انتهى التمرين، دائما بيكون فيه راحة نفسية، بيكون فيه إحساس بالإنجاز، بيكون فيه إحساس بالتحدي، يكون فيه إحساس ب مثلا يعني مختلف الأحاسيس الإيجابية والتضاربات وحاجات زي دي، لكن كلها بتؤدي لإنه نتيجة واحدة إنه زول بيحب الرياضة. حتى نحن في المدارس في حاجات زي دي أستاذ الرياضة ده بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا جدا لأنه بيعني اللعب،
ودائما الطالب في المرحلة السنية الأولى هو بميل للعب، بيكون ما مع القوانين. وبعدين ناسب علماء التربية وحيازي دي فيما يختص بتعريف الإبداع، هو الإبداع هو أن ترى ما لا يراه الآخرون. والغريب وصلوا لنتيجة يعني عجيبة جدا جدا، لأنه الطفل قبل ما يخش المدرسة ويلتزم بالقوانين وبيحفظ مقرر في هذه الجوهرة التي تسمى العقل، ثم بعد ذلك يفضيه في امتحانات، ثم بعد الامتحانات يجي الإجازة يكون ما كرب حاجاته كويس، بتلقى إنه إبداعه قبل ما يخش المدرسة هو أكثر من إبداعه بعد ما يخش المدرسة. يعني المدرسة وتحديد العقل والحاجات الفوقة بتخلي الإبداع زي شوية كده بيقل، وبقل بصورة بعيدة جدا بالمناسبة، يعني 98% لأكثر من 7% 8% الإبداع. ليه؟ لأنه العقل ما مفتوح، ما منطلق، ما منشرح. العقل بيبقى موجه لمنهج معين. طيب كيف أنا أقدر أخلي الطالب حقيقة يبدع؟ ممكن أنا يعني أستاذ دكتور أنور عندنا زي برزنتيشن صغير كده ممكن نمر عليه سريع جدا جدا. والتربية عبر الرياضة ودور الرياضة في تربية والتقويم واكتساب الصفات الحميدة المحمودة يعني كده. فممكن يا دكتور أنا تمشي طوالي. التربية السلوكية، أي بس دقيقة، التربية السلوكية، التربية لما نجي نتكلم عن التربية بتاع الطالب، التربية أنواع. أنت عايز هذا الطالب يقوم أو يكتسب أشياء جديدة، أو لو يكتسب حاجات ما جيدة سيئة أنت عايز تقومه فيها زي ما ذكرنا آسيا قبل شوية. أو كمان إذا زول عنده حاجة عايز تنميها له. الحقيقة التربية أنواع. في التربية السلوكية كوتش عاصم، شكله الصوت وقف من عندك. ممكن يكون حاجة لها علاقة بالإنترنت. غالبا نفس الحاجة بتاعت الكونكشن. دكتورة وصال رجعت. نرجع لدكتورة وصال. تمام. احنا هنكون يعني شغالين كده، نمشي من هنا نجي راجعين هنا على اساس انه نستفيد من الزمن بس. تمام. دكتورة وصال كنت بتتكلمي في القوانين. ايوه. معلش بعتذر من ال ولا يهمك واصله من الحته اللي الله يكرمك. الحاجه اللي عايزه الخصها بانه لازم يكون كل مدرسة عندها فلسفة عامة. الإطار العام يا جماعة مهم، سواء كان على مستوى الدولة، سواء كان على مستوى وزارة التربية والتعليم، سواء كان على مستوى المدرسة المعينة المحددة بذاتها، لأنه كل واحدة بتكون عندها إطار كبير، وانت بتحدد اطارك بتحدد اطارك بتضيق لغايه ما تصل للحاجه الخاصه اللي بتميز ان انت عايز كيف تدرس شغلك ده بطريقه تفيد طلابك، الفئه من الطلاب اللي انت بتخدمها دي في مدرستك المعينه دي. فالفلسفه العامه بتخلينا نحن نحدد الرؤيه والرساله حقتنا، بتخلينا نحن ننزل الحاجات دي بطريقه مختلفه في المناهج بالمواد المختلفه. وزي ما كده زي ما قلنا بنصل لمرحله انه يكون في قوانين واضحة للطلاب في المدرسة، لأنها بتنظم العملية التربوية. واحدة من أهم الحاجات في القوانين إنها هي لازم نعاين لخصوصية الأعمار المختلفة للطلاب. يعني القوانين اللي أنا بختار للأطفال في المرحلة قبل المدرسية بتكون قوانين مختلفة من الأطفال في مرحلة الأساس من عمر 6 سنوات لعمر 12 سنة تقريباً، من الأطفال اللي بيكونوا في طور المراهقة من عمر 13 سنة فما فوق. يعني نحن واحدة من أهم يعني في كمية من النظريات، لكن مثلا ممكن نذكر سريعا على سبيل المثال واحدة من النظريات الجميلة لعمر الروضة إنه تعلموا نعمل القوانين الذهبية الـ Golden Rules
الجولدن رولز هي طلعتها لنا يعني سايكولوجيست بريطانية اسمها جاني موزلي، وممكن الناس ترجع للمراجع حقتها، فيها كلام جميل ومفيد جدا عن الطريقة. هي بأنها إنك القوانين تكون واضحة للطلاب، تكون بسيطة عشان يقدروا الطلاب يحفظوها. يعني ما ممكن إحنا نعلق للطلاب 12 قانون أو 15 قانون في الفصل ونحن نكون عايزينهم يذكروا. في النهاية القواعد العامة ممكن تلخص في 4 أو 5 نقاط، وبالتالي لو لخصته في 4 أو 5 نقاط بتلقى الطلاب حتى حفظوا القوانين. بمعنى إذا قلت لهم والله القانون الأول بيقول إنه ما تتحدث أثناء الأستاذ ما بيشرح، أو ما تضايق زملائك في الفصل، أو ما تعمل إزعاج في الفصل، أو ما تأكل أو تشرب في الفصل، بيكون الطالب وصل لدرجة إنه حفظ القانون. يعني من تقول له قانون رقم 1 بيكون بيسكت ويعرف روحه إنه قاطع الأستاذ أو تحدث في وقت هو مفروض ما يتحدث فيه. وهكذا القوانين مهمة مختلفة لاختلاف الأعمار، بتمشي لعمر أكبر شوية، برضو بتمشي بنموذج بتختلف فيه، حتى كمان العقوبات بتاعته بتختلف حتى لما تمشي لسن المراهقة. نحن ممكن نمر سريعا بعدين على نماذج عقوبات يعني مختلفة للطلاب إذا كفانا الزمن. لكن أهمية القوانين زي ما قلنا، يعني يمكن أستاذة يسار تطرقت لأن القوانين مهمة جدا جدا. القوانين بتنظمنا، القوانين بتحفظ حقوقنا في الأول، القوانين بتحفظ حقوق الآخر، القوانين بتتيح لنا الاستفادة القصوى من الحاجة اللي احنا جينا بخصوصها، وهكذا. يعني القوانين دي ما بتغلطوا اثنين، يعني في انه القانون مهم ليه، لكن لب الموضوع بانه الطالب يفهم ليه القانون مهم. يعني ما يكون هو مطبق في القانون وهو ما شايف انه القانون ده مهم ليه. يعني واختلاف وجهات النظر بالمناسبة حاجة صحية، ومهم جدا انه الطالب يفهم الاسلوب. برضو دايرة بس يعني تتعرض لحاجة بسيطة، انه احيانا حتى الاساليب في المدارس بتختلف يا جماعة. يعني في مدارس بتتبع الاسلوب النمطي التقليدي بتاع انه منع الكلام بتاتا في الحصة، وما تتكلم خالص وما تتنفس وربع يدينا لغايه ما احنا زمان قرونا كده، وبعض المدارس الان بتكون بنفس الحده في الطريقه دي مع الاطفال. لكن هسه بعض المدارس الحديثه بتتكلم على انه لا، ادي الطفل حريته، ادي الطفل براحه. اذا الطفل ما مرتاح وما مطمئن وما واثق في نفسه وما تشارك المعرفه مع زملائه، وما حيتعلم بصوره مثلى، وانما حيكون نسخه اخرى مكرره مننا نحن ومن الحاجه اللي عايزينها. اطلع الطفل من غير ما نفكر في انه هو نحن اي شخصيه نصيغ فيها، يعني بالطريقه دي بالاسلوب المعين ده. فمهم جدا انه واحد الطفل يفهم القانون وليه نحن يعني جبنا القانون المعين ده في الوقت ده، وبيفيدنا بشنو القانون وبيفيد غيرنا بشنو وما إلى ذلك. ومهم جدا إنه الأستاذ يعرف إنه مشاركة القوانين دي حاجة مهمة مع الطالب ومع الأسر وحتى مع الزملاء، لأنه إذا بقت يا جماعة في يعني عدم تناسق حتى في الرؤية بتاعت القوانين. شو يعني أنت ممكن يكون في فصلك والله أنا بسمح للطلبة يأكلوا ويشربوا، ما في مشكلة طالما أنت ما بتعمل إزعاج، أكل وأشرب، أكل وأشرب بالراحة، يعني شوف الحصة ماشية كيف. وفي أستاذ تماماً يقول لك ما تخش بسندويتش من الباب. فالقوانين لما يكون فيها اختلاف شديد بتخلي الطفل ذاته هو بالذات في الأعمار الصغيرة غير مدرك ليه الاختلاف ده وشنو الفهم. ما زينا نحن الكبار، يعني خلاص نحن في الجامعة كنا مثلاً بندرك إنه والله ده أستاذ ده محاضر طريقته كده وده محاضر طريقته كده. الأطفال نحن ما عايزين تو كونفيوز زم، لأنه ده ذاته العمر بتاع إنه نحن بنحاول نساعد الأطفال. ده ما شاء الله كتلة من الطاقة ومن الحيوية ومن الأفكار ومن أشياء كثيرة جدا جدا لا تحصى ولا تعد. نحن بنحاول نخلق معهم روتينز عشان هم يتنظموا، يتنظم الطفل نفسيا ويتنظم داخليا ويتنظم منتلي. فما خلقت على أساس إنه أنا يعني أقمع الطفل، يعني يحصل له قمع تام لدرجة إنه هو يخاف ما يفكر وما يبادر، وبالتالي أنا بكون نفيت النمو الطبيعي لبعض الصفات اللي بتكون مفروض يعني في أعمار معينة للطلاب. وممكن الناس عشان يعني تستزيد من
الأشياء المفروض هي تكون في الأعمار المعينة دي ترجع للعالم. إريك إريكسون بيتكلم عن التنشئة الاجتماعية للطفل، أنا بفكر عنده كلام جميل جدا في إنه في أعمار معينة نحن يعني مثلا في عمر 3 إلى 5 سنوات عند الطفل في حب المبادرة، فإذا أنا ما فهمت إنه الطفل عنده حب المبادرة ما حعرف أتعامل معه كيف وما حعرف أنميها عنده كيف، وممكن أقمعه جدا بحيث إنه هو زول فوضوي وزول يعني طالع من الأطر اللي نحن حاطينها له، ده كلام ما سليم. فبالتالي نحن برضو كعنصر في عناصر المدرسة لازم نحن كمعلمين نكون واعين والإدارات تكون واعية وأولياء الأمور معانا في نفس الموجة يعني. طيب حقيقة واحدة من الحاجات اللي أنا حابة يعني برضو أتعرض لها يعني إنه التربية ذاتها بقت الناس حقيقة بتختلف فيها، لأنه العالم ماشي متطور بطريقة يعني رهيبة جدا جدا، وبقت حتى لو زول بيلاحظ في أسرة الممتدة بيلقى إنه حتى تعريف التربية، تعريف حتى بعض القيم والعادات بتختلف في الأسرة الصغيرة المكونة للأسرة الكبيرة حقتنا. ودي نفس الملاحظة دي ممكن أزول يلاحظها في المدرسة على الاختلاف الأساتذة واختلاف الطلاب. بنقول الكلام ده ليه؟ بتسمعه كل الناس حاسة بيقولوا كلام يعني يمكن سمعناه كثير جدا جدا، إنه زمان براجع الجيران بيأدب سيد الدكان بيقول لك ده غلط. لكن هسه الآن التعريف بتاع الصح والغلط ومفهوم التربية اختلف كثير جدا جدا. لكن الحاجة اللي عايزة أقوله إنه واحدة من أهم الحاجات إنه نعرف إنه البيئة المدرسية فيها لازم تكون مفاهيم التربية زي ما قلنا الرؤية والرسالة حقتها واضحة وقوانينها واضحة وأشياء واضحة. من حق الأسرة لما تجي للمدرسة دي تعرف المدرسة دي شغالة بيئة وطريقة ما أكاديميا بس، وإنما لأي حد هي بتتدخل في العملية التربوية للطفل. يعني ممكن أنا بشوفه صح الأسرة ما تشوفه صح من جانبها، يعني إذا جاتني طرحة طالبة من غير طرحة ممكن أقول لها ليه داخلة من غير طرحة البس طرحتك، ممكن تجي الأسرة تقول لي نحن ما بنلبس طرحة ونحن حرين ودي قيمنا وما تتدخلي في حاجة نحن بنعتقدها يعني عادة أسرية، ما هنخش في كلام الدين عشان ما دم الهدف من الكلام يعني من المثل، ممكن أزول يتطرق لأمثال أخرى. فالفكرة إنه الاختلاف ده يمكن كان واضح جدا جدا في يعني في بيقول في ثقافات مختلفة، في بعض الثقافات الغربية بتفتكر إنه التنشئة دي يعني is overrated في المدارس، يعني مهتمين بها اهتمام زيادة عن اللزوم ومهمة بس القوانين ومهم انك تتعلموا لي اكاديميا وفي الكنيسة حيتعلموا في الشارع حيتعلموا في الجامع حيتعلموا whatever settings الثاني حيتعلموا. الاختلافات اللي انا بقول فيها دي اهميتها شنو؟ اهميتها انه يعني زي ما قلت عشان ما يكون كلامنا النظري، يعني مثلا اذا حصل الاختلاف اللي قلناه ده بين الاسره وبين الطفل شنو اللي حيكون المحك، شنو اللي حيكون المرجع يعني الحكم بين الاسره وبين المدرسه؟ ومرات احيانا بتصل الاشياء لحده في انه لا والله دي طريقتنا وما راضين وتاني ما تتدخلوا في تربيه طفلنا بالطريقه دي، والمدرسه بتقول لا دي قيمنا ان احنا يعني ويستيتد من البدايه انه حنمشي عليها ومطبق على الكل ما حنستثنى طفلك من القيمه دي او طفلك من القيمه المعينه دي. عشان كده أنا بقول مهم للطرفين إنه الناس تناقش المفهوم بتاع التربية وإنه المدارس بتاخده بياته منحة ويطبق بياته طريقة في أرض الواقع، ويكون الحكم الفاليوز اللي أنت يعني اتشاركتها والقوانين اللي أنت شاركتها مع ولي الأمر منذ البداية. يعني زي أنت قلت لولي الأمر والله في مدرستي أنا ما بس الطفل لابس طرحة ولا ما لابس طرحة، يبقى لو هو دايرك تقول لطفله ألبس طرحة يعني ده موضوع ثاني، ممكن أنا أرفض ممكن أنا أقبل، لكن المحك بيكون الأشياء المتفق عليها من الأول. عشان كده مهم جداً الكوميونيكيشن مع البيرنتس، وكان الكلام ده في شكل أجندة نزل في ويب سايت المعلومة تملك ما الناس يعني تصل لأرض المعركة وتلقى إنه الحكاية دي مختلفة تماماً من التصور اللي كانوا خاتمه. بقول الكلام ده ليه؟ ما عشان راحة للمدارس إنه ما تحصل مشاكل ولا راحة لأولياء الأمور إنه ما يتخوفوا، لا بقول الكلام لأنه يا جماعة الاختلاف برضو في النسق التربوي بين المدارس وبين الأسرة مهم تماما كالاختلاف بين الأم والأب في الأسرة الواحدة، يعني مهم جدا. يعني صعب إذا كان الأم والأب في الأسرة الواحدة ما عندهم نفس المفاهيم التربوية اللي عايزين يمشوا عليها كأسرة، صعب. الطفل حيكون رايح
هيكون ما عارف يعني غير انه هو ما عارف يتبنى ياتو زاوية من الموضوع، هيكون هو ذاته ما عنده يعني الثقة، وهيحس بالذنب لو هو مثلا اتجه لاتجاه الوالد وخلى الام، هيحس بالذنب يا ربي امي زعلانة مني وهكذا. فدي دي ده موضوع اساسي جدا بنفس الفهم. نحن عايزين الاطفال ما يكونوا حاسين بالحيرة وبالخوف وبالتضارب الشاسع بين الأسرة وبين المدرسة، وتحل الخلافات أو الاختلافات في الحقيقة على مستوى يعني الأدلس الراشدين في الأول، ويتفقوا على كيفية يعني إدراج الطفل في الموضوع، إنه والله صح نحن القانون في البيت بيقول كده، لكن في المدرسة كده كده، والحكمة شنو من إنه نحن بنطبق الحاجة دي. يعني مثلا لو قال في المدرسة والله أنا يعني حموني مثلا الأستاذة حمتني أكل مربى ونوتيلا ساندويتش، لأنه يعني واحدة من القوانين إنه الأطفال يأكلوا أكل healthy، فما ممكن تأكل مربى ونوتيلا الأسبوع كله، لكن إحنا في البيت بنأكل كل يوم، بنأكل بنتعشى بالنوتيلا، فده قانون يختلف تماما. أو والله مثلا فلان ما شاكر يمشي يصلي معانا، طيب فلان ممكن يكون مسيحي، فلان ممكن يكون صلى وانت ماشي، يعني لازم الطفل يفهم. اذا الطفل ما فهم حيظل رايح، ودي واحده من الاشياء اللي بتخلي بالمناسبه انه احساسه بالكوميتمنت بالحاجه المعينه دي ضعيف، لانه هو ما فاهم وما مقتنع. وقد يماشي الناس لكن في وقت اخر بيعمل ما بداله، يعني لانه خلاص ما هو هي ما علقت في ذهنه كحاجه لقيمه ثابته هو المفروض يستمر عليها. طيب لو حبيت اتطرق لانه برضو ثاني يا جماعه ليه بقى هسه الزمن ده التربيه صعبه، زي قبلك قلت انه المدارس ما هي ولا الاسره بقت هي المربي الوحيد، بقت السوشيال ميديا للاسف بتربي معانا. ويعني والسوشيال ميديا انا في وجهه نظري وافتكر في وجهه نظر ناس كثار جدا جدا هي يعني ضخمه من حيث كمية المعلومات وكمية الناس اللي بتصل لك في وقت قصير. يعني ما زي أنا أتعرف على ناس الجيران ولا على أولاد أهلي ولا بنات أهلي، وما زي أنا أتعرف على ناس في بيئتي بيشبهوني. يعني الميديا دي بتعرفك بناس في قارات وفي حاجات مختلفة جدا جدا، والطفل بطبعه very curious، قد يقول أنا ليه ما يعني ليه إحنا ليه ما بنعمل زي الناس الثانية، إحنا ليه ما يعني دائما الطفل عنده الأسئلة دي في راسه. يعني هسا أنا بتذكر أول مبارح كنا في نقاش جميل جدا مع ولد أخويا الصغير، فبقول له أمي أنت ليه ما بسوقي؟ عمتي بسوق فلانة وعمتي فلانة بسوق وأخواتك فلانة وفلانة بسوق، أنت ليه ما بسوقي؟ فدائما يجي التساؤل في ذهنهم حتى بأشياء نحن بنعتبرها بديهية، يعني بناخذها for granted كأدلت، يعني ما خلاص ما بسوق ما تعلمت ما عايز السوق whatever it is، لكن هو بالنسبة له الحس بتاع يعني ما هو his developing تكوين المفاهيم والاقتناع والأفكار والتساؤلات دي عملية عنده ما بتجيف عندهم. طيب التكنولوجيا قلنا بقت شريك معانا، فنحن لازم برضو واحدة من الحاجات اللي نحن بندرجها في القوانين بتاعة المدرسة كيفية استخدام التكنولوجيا، كيف أنا أعمل حماية للطفل بأنه والله التكنولوجيا دي في المدرسة، ما هو في المدرسة كمان بقى في مسؤوليتي وفي حمايتي، زي ما أنت في البيت بيكون في حمايتك طفلك، في المدرسة بيكون في حماية المدرسة. كيف أنا أخذ يعني أحسن precautions ممكن بأنه الطفل ده ما يتعرض عن طريق السوشيال ميديا لأي أشياء ما صحيحة ما لائقة بتهدم الحاجات بتاعتنا دي، وما ده المهم، بس الأهم إذا تعرض لها يقدر كيف هو يتعامل معها، لأنه في النهاية نحن يا جماعة ما بنقدر to control يعني الشانل بين الطفل وبين الميديا وبين الدنيا، ما بنقدر تكونترول، فلازم برضو نحن نسلحه ونسلح شخصيته بأنه هو يعرف كيف يتعامل مع الحاجات دي متى ما حصلت. عشان كده قلت قبل إنه المدرسة ما حق أساسي، يعني إذا بنتكلم عن مساعدة الأقران مساعدة الغير تقديم العون للناس المحتاجين، ده ما حق أساسي في المدرسة. إذا قلنا والله ما في داعي للضرب والبنج وهكذا، يعني no harm إنك أنت ما تأذي زول غيرك، هتجي شكله وهو حيكون في لحظة عنده قرار أخلاقي بأنه أنا حضرب ولا ما حضرب، حضرب ليه؟ حضرب لأنه أنا شاكلوني، حضرب بالدفاع عن صاحبي، ولا ما حضرب لأنه قوانين المدرسة خايف من العقاب،
ولا شنو قراري في اللحظة المعينة دي؟ طيب دائرة مر سريعة لأنه يعني نقاط كثيرة حقيقة كل واحدة تنفع يعني موضوع بقائم بنفسه. إذا تكلمنا عن الأستاذ المعلم، معلم ركن أصيل زي ما قلت، لكن برضو الأستاذ واحد من الأشياء المهمة جدا لأنه هو بيقدم لي النمذجة لسلوكيات كثيرة جدا جدا. لأنه الآن الناس بقت يعني الخلفيات بتاعت الناس مختلفة تماما، ما بنقدر نقول كل الناس عندهم values متقاربة بالاختلاف والتطور اللي حصل، نقول الاختلاف في المجتمعات أكثر من التطور اللي حصل في المجتمعات. وبالتالي الأستاذ ذاته ممكن يكون نموذج، ممكن يكون أثره مباشر أو غير مباشر. أثره مباشر بأنه أنا بحاول أفهمك القوانين، بأنه أنا أزرع فيك القيم، بأنه أنا بساهم في العملية التربوية بطريقة أنا قاصدها. أثره غير مباشر بأنه بيشوفك أنت بتقول لهم ما تكورك، لكن أنت بتكورك في الأطفال، بتكورك في زملائك، بتعلي صوتك، بتقول له ما تتكلم بالموبايل. أنت في الحصة ممكن تكون رفعت الموبايل وتكلمت بالموبايل، بالنسبة له ما فاهم، ده قانون يسري على الكل، وهكذا. فالنمذجة حاجة من الحاجات الخطيرة جدا حق المعلمين برضو ننتبه لها في تعاملنا، لأنه نحن بنربي هنا بطريقة غير مباشرة بالنسبة للأطفال. الشراكة المنزل قبل كده تطرقنا لها، بالتالي يعني واحدة من أهم الأشياء اللي أنا عايزة أتعرض لها قبل ما أدي الناس فرصة، أنا ما أعرف سرحت في الزمن ولا لا، الحكاية بتاعة نعم البير بريشر. سرحت في الزمن؟ نعم دي، لأنه سرحت في الزمن ولا ما سرحت؟ أي لأنه أنا طبعا في محاور كثيرة بتتغطى وبعدين بنجي راجعين. في غالبا في اسئله بتكون موجوده اسئله في المجموعه بتاع حسين سودان في الفيسبوك جدا، بس لو سمحت لي اتطرق للنقطه بتاعه التير بريشر وانتهي تمام. دي مهمه لانه نعم لانه دي واحده من اهم المحاور. زي ما قلت احنا ما بنربي برانا، الميديا داخله كمان، الاصدقاء زي ما بتقول. وانت مديره مدرسه، يعني اكثر زول ممكن توري حاجات كثيره وما نكون شايفينها احنا. بالضبط. البير بريشر واحدة من الحاجات الخطيرة جدا جدا على اللي هو ده الضغط بتاع الأقران، يعني انه الأطفال بيضغطوا على بعض في نفس الوقت. نعم اي، لأنه في ناس هاي في فيسبوك نبه لحتة اللغة دي. نعم تفضل. تمام، شكرا للتنبيه، شكرا للتنبيه كثير. طيب الضغط بتاع الأقران ده برضو يا جماعة هو فيه أنواع زي ما أنا ذكرتها هسه مع المعلمين. الضغط بتاع الأقران ممكن يكون ضغط مباشر، ممكن يكون ضغط إيجابي، ممكن يكون ضغط سلبي، ممكن يكون ضغط غير مباشر. الضغط الغير مباشر ده داخل فيه حاجات كثيرة، منها الميديا عشان ما نرجع لها تاني. يعني واحدة من أهم الحاجات إنه الطفل ممكن تكون ما إنه يعيش اللحظة بتاعة الاستمتاع بالاجتماع الأسري أو بطقس معين أسري أو غيره، لكن همه في الصورة المثالية اللي حتنزل في السوشيال ميديا، لأنه دي حتخلق انطباع لهم على الايمج حق الشكل عشان الاول شخصيه وصورته هو شنو قدام الناس. فبالتالي الضغط بتاع الاقران حاجه مهمه جدا جدا. واحده من اهم الحاجات اللي انا دايره اقولها انه في دراسات كثيره جدا جدا على ضغط الاقران، ولقوا انه 49%، طبعا الدراسات للاسف يعني معظمها برا لكن بتدي صوره تقريبيه، 49% من الاطفال نحن بنقول طفل لغايه عمر 18 سنه هم بيمروا بضغط من الأقران. وللأسف الغالب الأعم من الضغط ده ضغط بيكون سلبي. بعض الضغوط بتكون إيجابية. إيجابية زي شنو؟ المنافسة في الأكاديميات، حب التعلم، التميز بالسلوك، سواء كان التميز الأكاديمي السلوكي وهكذا. لكن الضغط الأقران لما يكون سيء للأسف بيصل ممكن لمراحل سيئة جدا، على أساس إنه الطفل عايز ينتمي إلى مجموعة، ودي حوجة اجتماعية مهمة جدا جدا عشان تحس بالأمان، سواء تحس بالانتماء وهكذا، بيضطر إنه يعمل أشياء ما بتكون صحيحة تربويا في تعريفنا نحن. بتكون من أبسط الأشياء اللي نحن بنفتكرها بسيطة لأخطر الأشياء كالمخدرات وأشياء يعني أخرى. فأنا أخلي باقي التفاصيل عشان الزمن بتاعتها، لأنه دي برضو تنفع يعني زي ما بقولوا نقاش براها ضغط الأقران لغاية ما نشوف تداخل الناس في
الحكاية دي. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعك. شكرا جدا جدا دكتور وصال على المعلومات وعلى الطريقة ذاتها بتاعت السرد ما شاء الله. نمشي شوية لشفت قطع عاصم ظهر لي لكن لسه الصوت. أنا عاوز له أم ميوت، فهو لو عمل أم ميوت لنفسه فك الصوت من عنده بنقدر بيسهل. نسمعه. طيب ممكن هو نمشي. شهد، نعم تفضل. طيب نمشي لشهد. دكتور شهد السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير. عندك الوطن صباح شديد صح؟ لسه صابحين. شكرا شديد ان انت صحيتي ومعانا الليله. طيب دكتور شهد انت معانا الليله وشويه شفتي المحاور اللي احنا بنتكلم عليها، فكنا عايزين نسمع من وجهه نظرك انت كأم، يعني لما نقول التربيه والمدرسه والمدرسه بتاثر في التربيه، وشفتي الكلام اللي اتكلمت عليه الدكتوره وصال، عايزين نشوف وجهه نظرك انت، هل فعلا التربيه بتتاثر بتاثر المدرسه بتاثر في تربيه اطفالك؟ ومهم انه انت عندك تجارب مختلفه في مدارس مختلفه وفي بلاد مختلفه، فيعني بالنسبه لي دي حاجه مهمه شديد انه اعرف هل المدارس مثلا الطريقه بتاعتها والتاثير حقها من بلد لبلد حسيتي بيفرق، ولانه عندك كمان اطفال في اعمار مختلفه، هل من لما كانوا صغار شديد التأثير بيفرق من لما حسي مثلا في سن المراهقة؟ فياريت تدينا رأيك ونسمع وجهة نظرك في موضوع المدرسة والتربية. طيب السلام عليكم جميعا وشكرا جزيلا على استضافتي في الموضوع، فعلا مهم جدا جدا وحاصل فيه زي ما كلكم اتكلمتوا في، يعني في اختلافات وفي وجهات نظر كثيرة، وحتى في نفس البلد بتلاقي إنه المدارس ما بين حكومة وما بين خاص، وكل مدرسة عندها وجهات نظرها، كل مدرسة عندها قوانينها، كل مدرسة عندها نظرياتها. فشوية بحس إنه بيقوى الأطفال في الزمن ده، إنه ده زي ما تفضلت الدكتورة وصال قالت في ضغط عليهم، والضغط ده ممكن يعني فعلا هو ضغط سلبي، وبيكونوا ما عارفين من كتر ما المعلومات جاية من موارد مختلفة والمالتي ميديا والسوشيال ميديا، فعلا الطفل بيكون مشتت ما عارف الوجهة الصح هي وين، أو يمشي ورا منه، هل يمشي ورا الأهل في البيت، هل يمشي ورا أولاد الجيران، أولاد مثلا أصحابه، أولاد الحلة، المجتمع. ففعلا هو موضوع شائك جدا، وياريت الناس تنتبه له عشان يعني إنشاء جيل المستقبل. ده الحاجة اللي كل الناس بتتمناه وكل الأهل بتتمناه. فبالنسبة لي أنا يعني بعتبر إنه المدرسة، أو هي اسمها وزارة التربية والتعليم، التربية الأول وبعدين التعليم. وبالنسبة لي البيت والمدرسة في نفس المستوى ونفس الليفل، هم الاثنين مكملين لبعض، ما في واحد فوق الثاني. لأنه أنا ممكن جدا أبدأ من البيت، يعني لأنه يعني الأطفال بيكونوا صغار طبعا، فأنا مسؤولة منهم، فممكن افضل انه انا اربي. لكن انا لما يدخل المدرسه مثلا الاقي البيئه المدرسيه او الاطفال حوالينهم اصحابهم ما ماخذين ولا حاجه من الحاجات اللي انا ربيت عليهم عيالي مثلا، فيقوم يحصل كله بيروح في النهايه. فعشان كده يعني الموضوع فعلا فيه سلبيات كثيره. فبحس انه المدرسه الزمن دي بقت يعني اليوتيوب اكثر، اليوتيوبرز، البلوجرز، التيك توك، الانفلونسر، هم ديل المؤثرين في العيال اكثر حتى من البيت واكثر حتى من المدرسه. فزي ما قلت انه بالنسبه لي التربيه قبل التعليم، وبالنسبه لي حتى انه المعلم المدرس هو المربي. قبل ما يدي الماده العلميه المفروض يدي الماده التربويه، ومش بس يديها من منهج مثلا، لا، انه يكون مطبق لها ومشارك لها حتى للأطفال. يعني حاجات كثيرة ممكن الأساتذة يكونوا مشاركين لها في المدرسة. يعني أبسط حاجة مثلا تعليمهم تحية الصباح، الناس كلها بتسلم على بعض، الناس كلها مبتسمة في وجه بعض، الناس كلها، ودي يعني في كل الأديان وفي كل الجنسيات يعني ولكل المراحل، ما معتمدة على مرحلة معينة مثلا. ومنها بتعلم تقدير الذات وتقدير الناس لبعض، احترامهم لبعض،
ف يعني بالنسبة لي برضو تعليم النظام، كيف النظام، الطوابير، حتى في الفصل مفروض المدرس هو يكون يعني معلم ومربي وحتى منظم يعني. ف يعني في اختلافات كثيرة حاصلة، وربنا يعينهم العيال بصراحة في الزمن دي، وإن شاء الله كده إن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لتأثير المدرسة، هل هو فعلاً إنه مؤثر للطفل؟ يعني للأسف الشديد لا، أنا أو 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 إنه الحكاية محدودة، التأثير ما عالي. أنا زي ما قلتي أستاذة إيسار، أنا سافرت من بلد لبلد ومن مدرسة لمدرسة، وعيالي من حتة لحتة مشينا. فلاحظت إنه الفروقات لا ما كثيرة، مثلاً القوانين تكاد تكون هي نفسها، لكن وتطبق وفي المدارس الستريكتد شوية الصارمة، وفي المدارس لا شوية مريحة يعني مرتاحة مع الأولاد. عموماً بحس إنه حتى العقوبات، حتى لما الطفل يتعاقب الحاجة دي ما مؤثرة فيه. عقوبات زي شنو مثلاً؟ إنهم يمشوا مثلاً مكتب المسؤولة مثلاً عن الحاجة دي مثلاً، أو إنه يتفصل من المدرسة مدة كم يوم، أو مثلاً after school يأخذوا الworking. هل الحاجة دي مؤثرة؟ يعني أنا بسأل عيالي هل الشيء ده مؤثر؟ بيقول لي لا يا ماما ما مؤثر. كيف عرفت ما مؤثر؟ لأنه الأولاد هم نفسهم بيعملوا نفس المشاكل وبيكرروا، بالعكس يمكن ماخدينها كنوع من أنواع الفن أو من نوع من أنواع الترفيه يعني بالنسبة لهم، أو من نوع إنه أنا يعني كده أنا ولد cool يعني، بتفاخروا مع بعض في الحكاية دي. عارفة يا شات، هنا عندنا في النقطة دي عندي حاجتين هعلق عليهم. دائما بنقول لما يكون ما في تغيير في السلوك، معناته الطريقة اللي اتخطت بها ممكن القانون، العقاب اللي اتعمل للطفل بيكون سلبي، بيكون ما يعني passive، ما بيكون عنده أي نوع من التأثير على الطفل. الحاجة الثانية بالذات إذا بتتكلمي في الأطفال في مرحلة المراهقة، عندهم بتمنى حتى المدارس والأساتذة ينتبهوا للنقطة دي شديد. الأطفال في مرحلة المراهقة عندهم سلوك بسموه الفشل بفخر، يعني بالنسبة بالضبط صدقيني هم بيفتكروا إنه أحسن مما أتعب وأنجح وأكون شاطر في المدرسة والجوط الكثيرة دي عشان أتعب. عندهم حاجة بسموها فشل بفخر، يعني هو فخور إنه فاشل. فأنت كل ما الطفل ده تعاقبه كل ما حيفشل زيادة، كل ما دعاه وكل ما حفش زيادة، لأن هو فخور قدام المجتمع حقه اللي هم الأطفال الجنبه. فدكتورة وصال ممكن برضو تعقب لنا شوية في الحتة دي. سامعيني ابتدي؟ سامعيني. طيب هو طبعا يعني بشكرك يا دكتورة شهد، ولا يعني كونك انت يوم عندك ملاحظات دي حاجة جميلة جدا جدا. واحدة من الحاجات المهمة جدا انه ما ننسى يعني زي ما انا قلت البيل يتمدى القيم التربوية دي، يعني نحن قدرنا ندمجها في التطبيق، قدرنا ننزلها لأرض الواقع بكل المعاني. لأنه في النهاية حتى لو انا عملت قوانين، والقوانين دي حتى لو التزموا بها الطلاب لأي سبب كان ولا ما التزموا بها، بيبقى التأثير يكون بسيط في حالة أنا ما قدرت أدمجها بصورة كويسة. الحاجة دي عملية كلية، أنا ما بقدر أقول إن المدرسة بتأثر بنسبة 100% في تغيير شخصية الطالب، دي الحاجة اللي بقدر أقولها. لكن بيكون التأثير نسبي، بيكون فعال أكثر لو أنا كان التخطيط بتاعي منزاره يعني في الممارسة أقوى بطريقة علمية بالمناسبة، وإذا كان في تعاون برضو من المجتمع المحلي والشركاء في العملية التربوية ككل. إذا ما في تعاون أنت في البيت، أنا ذاتي ممكن أثر عليك سلبا، ما إجابا بأنه والله الحاجات ما مشت بالطريقة اللي إحنا المفروض تمشي عليها وهكذا. أفتكر المثال واضح تقريبا. طيب تغيير سلوك الطفل، أنا بفتكر يعني ممكن نحن للأسف بنلجأ تفضلي
يعني نحن بنلجأ لطرق أحيانا تكون ما أقدر أقول ما علمية، لكن أحيانا سريعة. لو لاحظتوا قبل أنا قلت أهمية إنه الطالب يفهم ليه وأنا عاقبته، لكن زي ما قالت إيثار في عوامل ثانية. يعني بيقول الأطفال يكونوا فخورين بأنه أنا عاقبوني وأنا عملوا لي وأنا كده. أنا لاحظت إنه في حاجتين. الحاجة الأولى يعني في مدرسة من المدارس من غير ذكر أسماء، المدرسة الطلاب فخورين جدا لأنه طريقة مثلا غير تقليدية، البيئة جاذبة، بيئة حلوة، يعني كمية من الحياة الإيجابية بتخلي الطفل متحمس إنه يمشي للمدرسة، هو بينتمي للبيئة دي. فبيبقى بالمناسبة عقاب إنه أنا أقول له أجيب من المدرسة، بزعله أكثر من إنه أنا يعني أخليه في المدرسة وأعاقبه. يعني هو ممكن أنا أعاقبه في المدرسة فيلاقي أصحابه ويكون في البيئة حقته اللي هو حبيها ومرتاح ليها، أكثر من إنه أنا أعاقبه بقول له أقعد في البيت، أنا حرمته من البيئة اللي هو حباها. دي واحدة من أساسي من الحاجات المهمة إن إحنا بننساها. الآن في 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 تغيير سلوكيات الطفل عيني للأسرة بتاعتك مثلاً، إذا عندك أخوات يا دكتورة شهدي مثلاً ومختلفين في طريقة التعامل مع أطفالك أنت، تمام؟ فيهم زولة تكون very strict، فيهم واحدة تكون يعني أساس العلاقة قائم على الحب والمحبة والعلاقة والتواصل وهكذا. لو هي قررت إنه تعاقب واحد من أطفالك حيكون ردات الفعل أو الأثر مختلف. يعني الزول very strict وكذا ما حيكون في عنده علاقة بها بتاعت ود كبيرة، بالنسبة لها قصة أقرب للعداوة، يعني خلاص ما هي بايزة بايزة يلا يلا الموضوع عادي. لكن إذا كان موضوع قائم على المحبة وعلى إنه فكرتها في نشنو وتعامله معاي كيف وما إلى ذلك، فبيكون حريص جدا إنه هي ما تزعل، خوفا من إنه يفقد الحب ده، لكن ما خوفا من العقاب. أيوة. ودي واحدة من الأساسيات إن إحنا قاعد ننسى في التعامل مع الأطفال. يعني نحنا العلاقة علاقة بتاعة قوة، يعني أنا كزور راشد عندي في النهاية يعني تأثير على طفل ده شيء تام أبيت، وشايفني زول كبير، شايفني زول ممكن أضربه، شايفني زول ممكن أعاقبه بأي طريقة، ما أنت زول كبير. وأنا أحيانا برضو بكون ما مدركة، لكن بنفس الطريقة أنا ممكن أستخدم بها أسلوب العقاب، أنا بقدر يعني أستغل الحاجة دي في إنه علاقتي تكون إيجابية وأقدر أعاقبهم بحيث إنه يكون همه إنه أنا ليه يعني زول ده زعل، وكيف أنا أعمل الحاجة الصح وأفكر فيها، أهم من كده إنه هيفكر فيها. فدي واحدة من الحاجات المهمة. الحاجة الثانية اللي عايزة أقولها إنه أساليب العقاب مفروض برضو يا جماعة تناسب الأطفال. نحن بنمسك بنعمل يعني نسخ ولزق في العقوبات في المدارس، وكل زول أنت بتعمل شنو أنا بعمل زيك. ما كل حاجة بتشتغل مع شخصيات الأطفال المختلفة. في الطفل العنيد جدا قدر ما أنت تصادمه هو حيصادمك أكثر. في الطفل اللي بيكون يعني very shy ما داير تعرضه للضوء وكده. في كل طفل حسب شخصيته أنا ممكن أشوف العقاب اللي بيناسبه، ممكن نفس الخطأ يرتكبوه ثلاثة أطفال وكل طفل أنا أديه عقاب مختلف حيأثر على الطفل. صح. واحدة من الحاجات المهمة اللي قبلك مثلا ذكرتها إنه أنت لما تعمل قوانين للأطفال ما قبل الروضة بتكون قوانين بسيطة شديد عشان يفهموها، تمام؟ يبقى العقاب اللي أنا بعمله لهم في عمرهم حقه ما يكون بداية تفكيري أنا العقاب، ليه ما يكون الثواب على الأفعال الجيدة؟ ودي واحدة من الأساليب اللي بيعملوها الأساتذة اللي هي بتخلي الطفل تموديل البيهيفير الكويس. يعني إذا الطفل قاعد كويس وبيسمع باهتمام أو ساعد صاحبه أو كده أو زميله في الفصل، طوالي لازم تشكر السلوك ده. أنت شكرته طوالي أنت بتلقى انتباه الأطفال كلهم فهموا إنه دي حاجة كويسة بتشكرت، وإنه الطفل ده بقى يعني محط الأنظار بطريقة جميلة ما بطريقة بتاع العقاب وكده، أوتوماتيكلي اتلفت على الطلبة بتلقاهم كلهم قاعد كويس، وأقرب فرصة إنه ممكن يساعد فيها زول بحاجة وقعت منه حيرفع عشان يلقى نفس الشكر. فدي برضو قاعدة من القواعد إن إحنا بننساها، إنك أنت تشكر تشكر تشكر، praising مهم جدا في الأطفال. فليه أنا ما أعمل أشجع الطلاب على النماذج الكويسة أكثر من إنه أنا ذاتي أركز على إنه بس أنا عاقبك، يعني أنا لا أجري للعقاب ذاته طوالي. يعني
طبعا يا استاذه يا دكتوره وصال، في الحته دي تحديدا انا لاحظت انه الفيدباك بتاع الاساتذه للطلاب في المدارس يعني في احسن احواله بيكون عباره عن ستارز مكتوبه في النتيجه بتاعته ولا كده، لكن في ضعف شديد في الفيربال فيدباك، وفي ضعف شديد جدا جدا في انه الطفل قدام ابوه وامه ولا اولياء اموره يشكروه. واحده من النظريات اللي قدمها بروفيسور سوغاتا ميترا وبروفيسور هندي العمل الموديل بتاع الكلاود سكولز، كتب ورقه مهمه جدا انه الاطفال ممكن يعلموا نفسهم من غير وجود معلم، وانه دور المعلم از فاسيليتيتر يعني كمسهل عمليه التعليم بيكون بس بانه بيصفق للاطفال اللي بيعملوا حاجه كويسه. فالنظريه بتاعته دي يعني اتنشرت ومشت وتبنت عليها مدارس، واس المدارس دي يعني مهمه جدا بالتحديد في مساله اللوك داون والناس بعيدين وكده، وحتى الهوم سكولينج وغيره التدريس على الاطفال في البيوت. فالحته دي انا شايف انها فيها ضعف شديد جدا جدا بتاع انه الاطفال يتشكروا ويتعزز لهم ثقتهم في نفسهم وكده من قبل المدرسين تحديدا. وهنا بنجي انه المدرسين نفسهم في كثير من المدارس ساعتنا في السودان هم ما خريجين تربيه وما اخذوا الجرعه الكافيه، يعني انما زول تخرج مهندس تخرج طبيب تخرج من غيره، انا شفت اساتذه كتار جدا تخرج علوم ما لقى شغل فبيمشي يدرس ساينس يدرس ماثماتكس يدرس غيره، وما بيكون مهيئ هو نفسه تو ديليفر التربيه، لان التربيه قبل التعليم مش كده؟ بالضبط كده. كلامك سليم جدا، يعني بيلفت نظرنا لحاجات مهمه جدا، انه انت كمعلم مدرب مثلا او ضمان تخصصك، وبالتالي الاسلوب بتاع التربيه هيخضع لرؤيتك الشخصيه مع الحاجه اللي انت تعلمتها او اتدربت عليها او عندك الخلفيه العلميه عليها اللي انت حتتبعها. دي واحده من الحاجات المهمه جدا. في برضه المجتمع، ما ننسى يا جماعه نحن مجتمع يعني في نفسه عندنا سمات كثيره جدا جدا، ما عندنا التعبير اللفظي ده عند ما عندنا ما في شكر، يعني ما في شكر وما في انا اسف، انا اسف دي تعتبر لا دي لا دي يعني نشاف شديد انا اسف. أيوة. ما في طيب كده أيوة. يا دكتوره يعني وصال انت اسك مديره مدرسه، هل في اي مساهمات في الحته دي بتاعت انه يبقى اللي هو التواصل الشفهي ده يكون افضل؟ يعني هل في محاولات لتطوير اللغه يعني ودفع الناس يعني يا اخوانا لازم نقول انا اسف شكرا جزيلا لو سمحت تفضل؟ التعبير واحده من واحده من الحاجات اللي احنا بنعلم عليها الاطفال، انك كيف تكون كوميونيكيتر، كيف تكون متواصل. متواصل بمعنى الاطفال ديل هم الماده الخام اللي عندنا، انا بتكلم على الاساتذه وكده لانه ديل هم الناس الموديل اللي بيعملوا له الطلاب مش كده؟ الاستاذ لازم يكون المربي. نعم، واحده من الحاجات الاساسيه انه نحن يعني بغض النظر عن اسم مدرستنا لكن بصوره راتبه، وافتكر مدارس كثيره بتعمل كده بالمناسبه، بيكون عندنا تدريب قبل بدايه العام الدراسي من اسبوعين لثلاثه اسابيع، بتطرق فيه الجوانب غير الجوانب الاكاديميه والخطه الاكاديميه، بتكون بالمناسبه وضعت يعني بدري يتم مراجعتها، وبتم فيها مراجعه القيم اللي احنا تكلمنا عنها دي كيف دخلت بصوره جيده بمراجعه المنسقين، وجزء كبير جدا بيتكلم برضو عن الطفل وما الى ذلك. طيب هل انت واعيه باي جهود ثانيه في المدارس، ولا هل عبر اتحاد المدارس اتحاد ملاك المدارس ولا وزاره التربيه والتعليم، هل في جهود بتاع تدريب كل الاساتذه قبل الترم بتاع سنه المدارس هذا الشهر كذا؟ هي طبعا في جهود لكن متفرقه اذا يعني صح لي القول، يعني في مبادرات جميله جدا جدا في مدارس كثيره، برضو ما عايز اخذ في اسامي يقولوا اصحابي ولا انا بروج لهم غير المدارس اللي انا شغاله فيها، لكن حقيقه في جهود جميله لتدريب المعلمين والمعلمين نفسهم. طيب ايه رايك يا دكتوره وصال تقوم تقودي لنا مبادره هنا ده في انه الحاجه دي تكون عامه يعني لكل المدارس؟ أيوة. لانه عشان مجتمعنا ما يتقسم ما بين يعني الناس اللي عندهم والناس اللي ما عندهم، ويبقى كلنا نحن بنحاول نشتغل جاهدين وكده وبتاع على اساس انه ندخل اولادنا مدارس كويسه. ممكن الموديل ده يجي بطريقه ثانيه، احنا في الباحثين السودانيين دي من افضل الحاجات اللي بنعملها النوليدج شيرنج، في انه والله الزول العارف، وحتى بناخذ الشعار بتاع القياده العامه اللي هو عندك خد ما عندك شيل،
فهل ممكن تدعمي حاجة زي دي من عندك وانتو تقودوا مبادرة زي دي؟ والله بتدعمل هي الأفكار كثيرة وبتدعمل بالتعاون بين الناس يعني لازم نعم. في أفكار كثيرة لكن لازم الناس تكون كتيم تشتغل مع بعض وفي طرق كثيرة حق الناس يعني زي ما بقول ترويج لها يعني واحدة من الحاجات اللي أنا بكون very obsessed بها إنه ليه نحن مدارس خاصة في النهاية ليه ما كل نعم. مدرسة خاصة يكون عندها ظلية مدرسة أخرى أو اثنين يتبعوها بالتدريب وبالرعاية وبكذا يعني دي حاجة مهمة جدا أقل أضعف الإيمان أنا أدرب التدريب ده علم عندي طيب أنا إحنا ممكن يعني عشان أنا أخذ زي بقولوا أشيل منك حاجة ممكن نعمل تدريب للأساتذة الراغبين في المدارس الحكومية وكذا ويكون برعايتك أنت دي في الفترة الجاية ممكن نعمله عبر الوسائل يعني عبر زوم ده ذات ممكن ننظم حاجة زي دي في البعثة السودانية ما في مشكلة جدا جدا ممتاز ده مقترح جميل جدا ما ممتاز يعني ممتاز طيب هو الزمن الزمن بتاعنا عشان الزمن فأنا عايز أرجع أرد على واحدة من الأمهات بتقول لي الثواب اللحظي زي ما قلت العقاب يا جماعة بيختلف أنا ممكن أبتدي بالثواب اللحظي اللي هو أنا هتكلم على كلام إيجابي وتشجيع لطفل صغير لغاية ما يمسك لي في العادة بعد شوية هو ذاته بالمناسبة أنا نكبر لو شكرتي قدام الناس حيتحرج يعني الطفل اللي عمره 4 سنين 5 سنين بقول له صلي أو أكتب خطة جميل لو عمره 12 سنة وقلت له قوم صلي يا سلام عليك صليت قدام الناس حيتحرج يا سلام عليك خط جميل حيتحرج فبرضو الأعمار نحن بنلاحظ لها وهي حاجة عندها فترة زمنية مهمة من حين لآخر نعملها بطرق مختلفة لكن ما بتكون حاجة يعني كده غير مفقدة. بالذات العمر بتاع التينيجرز بالذات عمر التينيجرز دي فعلا بتحسسوا جدا يعني ما عايزين يكونوا كده يعني بيكونوا بعيدين وما دارين زول يجي جنبهم او زول يجيب سيرتهم وكذا يكونوا في امان بيحسوا كذا بالامان هم بعيدين وبس هم شايفين روحهم في حاجات تانية متقدمين علينا وده حقيقه يعني تينيجرز هم هسه يساعدونا في اي تكنولوجي اكثر مما نحن بنقدر نتحكم فيها وهو شايف روحه عارف ولو ما عارف بيسال جوجل يعني ما محتاج يسال ذاته ولا يعرف صح صح عشان كده حق التدريب يكون على المستوى بتاع المدارس ويكون برضو على مستوى الأمهات مهم جدا بيعمل صلة إيجابية جميلة للأمهات والمدارس صحيح صحيح طيب عشان الزمن حقنا وعشان عايزين نرجع لكوتش عاصم بس عندنا آخر سؤال لدكتورة شه أنت كأم لما تمشي مدرسة بتفتشي على شنو أهم حاجة بالنسبة لك عشان تقولي دي المدرسة اللي أنا عايز أختارها لأطفالي فبس هنديكي دقيقتين تورين عشان المفروض نمشي لكوتش عاصم طيب أول حاجة بالنسبة لي إدارة المدرسة هي دي الأساس بالنسبة لي إدارة قادرة لأنه الإدارة إذا قوية حتكون هي قادرة تسيطر على كل اللي تحتها معلمين وكل كل أي حاجة تحتها حيكون في سيطرة كاملة وغير السيطرة بيكون يعني اوكي انت خاتين قوانين اوكي خاتين لوائح معينه اوكي الطلبه عارفينها وحافظينها زي اسمهم لكن هل هي تطبق فاداره كويسه بيكون عندها القدره على انها يعني بيكون عندها عين شايفه كل حاجه او بيكونوا في مراقبه يعني او بالنسبه لي انا اهم حاجه في المدرسه هي الاداره كويسه وقادره انها تتحكم في كل على كل المستويات ولا لا إذا كده طوالي بدخل أولادي وطبعاً بعين للحتة تحت السلوكيات مثلاً هل هم يعني كيف بيتعاملوا مع الأطفال أو وجهة نظرهم فعلاً في موضوع التربية لأنه أنا الشاهد لكن الإكسرسايز ده الإكسرسايز ده بيتعامل كيف يعني أنا صراحة very curious يعني هل حتمشي المدرسة إيتي ولا هتسمعي من الناس ولا هتشوفي surveys وreviews بشوف أيوة بشوف الريتينج يعني إحنا عندنا هنا مثلاً بتشوف الريتينج بتشوف المدرسة في الولاية إنتوا في أمريكا لكن في مثلاً في السودان كيف بالنسبة للسودان ما عارفة يعني من الناس من حوالينك الناس أو إنه الزول يخوض التجربة بقى بنفسه يعني لكن أنا أعتقد إنه المسألة دي بيتحكم فيها الورد أوف ماوس أكتر وقد تكون أيوة. مسليدينج يعني أنا بثق أيوة. مثلا في دكتورة وصال ولا في إيثار وأقول لهم أخوانا دار دخل أولادي لي مدرسة وأنا أولادي بالمناسبة قاعدين في الجلسة دي بيسمعوا فيها ناسي أيوة بسمع بس إنه والله بتاع ودي أعتقد إنه عندها implications يعني عندها تأثيرات مهمة جدا إحنا كباحثين برضو إنه ندرسها انه انا والله لو بسمع من ناس تانين احنا
شكل ما بننتج مجتمع طبقي فيه الناس من سوشيو ايكونوميك يعني ستاندرد محدد. أيوة. كلهم بيصطفوا يكونوا موجودين ما بالضروره. انا قريت في مدارس خاصه, قريت في كامبوني, وفي نفس الوقت قريت في مدارس حكوميه, قريت في الاهليه وفي الحكوميه في بورت السودان. فلما كنت في المدارس الاهليه دي, في والله ولد اغنى بلد اغنى زول في بورت السودان وممكن افقر زول في بورت السودان قاعدين في حته واحده. لكن لما نشتغل بالوورد اوف ماوس ان والله يا المدرسه الفلانيه كويسه ولا كده, كل الناس بيكونوا في كاتيجوريز كده مع بعض, والناس اللي ما عندهم. احنا مهتمين يا اخواني جدا بمساله العداله دي, وهي واحده من الشعارات حريه سلام وعداله مع بعد الثوره. أيوة. أيوة. او انه يعني حسب اللي فهمته من كلامك انه المدارس خلاص يعني الناس ترتقي وتصل المدارس كلها ليفل واحد, سواء انا في حكومي سواء انا في خاص سواء وات ايفر انترناشونال او انترناشونال, الناس كلها تصل في يعني انه احنا في 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 مرحله واحده او في ليفل واحد, احنا كلنا سوا وقوانيننا تكون واحده ومطبقه على كل الاولاد, وما يكون اي في تفاوت, ما يكون في تفاوت في المجتمع. المجتمع كله على قيم معينة ماشية وعلى آداب معينة, وأهمها يعني حتى الحاجات اللي بيفتكروا إنها هي حاجات البيت, لا هي ما حاجات البيت, هي حاجات حتى تطبق في المدرسة وفي المجتمع. النظافة أبسط حاجة, يعني أنا أعلم ولدي في البيت إنه مثلاً إحنا في الشارع إحنا ما نرمي حاجة في الشارع, العربية اللي قدامي عادي يفتحوا باب العربية يرموا في الشارع. في حالة زي دي يعني بيكون في الولد بيتشتت إنه هم طيب ما رموا ليه إحنا ما بنرمي. فخلاص المجتمع يصل لمرحلة إنه إحنا كلنا زي بعض, كلنا مبادئنا زي بعض وفي أبسط الحاجات. فياريت والله حاجة زي دي تحصل في يوم من الأيام ونعيشها فعلا ونحسها إنه عشان نرتقي شوية ويعني إن شاء الله خير. تمام. طيب ممكن كوتش عاصم, لأنه جبير كان فقدناه بسبب الاتصال, إن شاء الله المرة دي يعني الأمور تمشي تمام. كوتش عاصم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه. انا هعمل شير للسكرين للبرزنتيشن عشان زمرنا بيجا شويه ضاغط, فممكن تبدا طوالي. نعم. اي الحقيقه يعني اهميه الرياضه في تنفيذ الكلام الطيب اللي اتقال ده كله مهم جدا جدا. ليه؟ لانه الرياضه حاجه محبوبه, فانت اذا عايز تثيب ثواب او تعاقب او يعني تخلي زول ابدع او حاجه زي دي, انا افتكر حقه تخليه يحب حاجه, والناس كلها اغلبهم متفقين على حب الرياضه, ثم من خلالها انت بعدك ممكن تنزل حتى قوانينك, لانه الرياضه بتقدم لك الاتي. هسه نحن عايزين نستعرض ده اللي هو دي مواقف. المواقف دي الفرد العادي ما بيتعرض لها الا بعد يصل 15 يعني يكون في مرحله المراهقه او خاش على الجامعه. خلينا نتكلم كده بالطريقه دي, اللي هي مواقف الهزيمه, مواقف الانتصار. الحياه هي عباره عن هزيمه وانتصار, الحياه كلها. عشان كده احنا بنقول الرياضه عباره عن حياه. فاذا انت بقيت في الميدان حي وعندك مبادئ وعندك مثل وملتزم بالقوانين في الميدان, وليه بتعمل كده؟ لأنك بتحب الميدان, لأنك بتحب الرياضة. بعدين الرياضة بتحبها نمرة واحد, نمرة اثنين الرياضة الفيدباك بتاعها آني, يعني وقتي. يعني إذا في الرياضة وفي الميدان ما التزمت بالقوانين أنت حتهزم مثلا, أو حيدوك إنذار, أو حيخصوا منك. فهي حاجة وقتية. عشان كده تلقى نفسك أنك أنت رغم أنه نفسك ما دايرة تلتزم بالقوانين, لكن لأنك بتحب المنشط وبتحب الفوز مثلاً, بتلقى نفسك أنت طبيعياً التزمت بالقوانين, وده فيه تدريج للنفس وترويض لها. عندك الهزيمة مثلاً, الهزيمة في الرياضة ما بتعني أنك أنت خلاص تموت تنتهي. أنا تهزمت أنا أبكي, أو وين بابا وين ماما مثلاً, أو مثلاً لا ما مني أنا, الجو ما كان كويس, الحكم ظلمني, يبقى بعد ذاك يبقى شماعات. لا, الهزيمة في الرياضة بتعني إنك أنت تراجع نفسك, ثم تواجه الأسباب اللي أدت للهزيمة بكل شجاعة. وبالمناسبة أغلبنا ما قاعد يعمل كده. أي زول لو قلت لي حاجة بقول لك لا ده معنا ده فلان, والله الجو والله مهم بقول ليش معه. لكن الرياضة بتخليك شجاع تواجه الحاجة. الهزيمة تعني إنك أنت ترجع تاني تشتغل على نقاط ضعفك. عندك الانتصار. الانتصار ما يعني الغرور, ثم هو ما انتصار واحد. الحياة ما ماشية, انتصرت الليلة
هل انت معناها خلاص الحياه انتهت؟ لا، لسه الانتصار ماشي. فالانتصار يعني انك انت تشتغل مزيد في من التجويد في الاشياء وفي الجوانب اللي انت فيها قوي اساسا عشان تواصل على الانتصار، زي ما بيقولوا الوصول للقمه سهل لكن المكوث هناك هو التحدي الكبير. انا بتكلم عن مفاهيم. فبعد ذاك عندك احترام الصف، ايضا الرياضه بتقدم لك احترام الصف، لازم تحترم الصف في الرياضه الجماعيه. عندك احترام الخصم، الخصم ده مش خصمك وانت لا متنازل معه، لازم تحترمه، عنده حقوق وعنده واجبات، ودي الحياه. هاي ممكن تمشي قدام شويه دكتور، تمشي للسلايد الثاني. عندك الصدق والامانه، انا عايز افوز لكن ما عايز افوز بالغش، ده معنى كبير جدا بالمناسبه، وده معنى يعني ما نظري، ده معنى موجود وملموس انك انت فير بلاي يعني كده. عندك روح الفريق، عندنا الصوت شوية فصل. أي والله كنت عاصب بغيت الليلة زي أقول شنو القصة بقت له نحن خالص ما محظوظين الليلة معه. نعم طيب عندنا مفروض نمرر السلايد، لو مع الصوت ما رجع ممكن نمرر السلايد عشان الناس يعرفوا النقاط ولا خلينا نكون شايفينها نشوفها نقراها. الصدق والأمانة، روح الفريق، التخطيط، الإتقان، التحكم في المشاعر، التحكم في الأفكار، الثقة بالنفس، التركيز. كيف الرياضة بتساهم بفاعلية اكتساب التقويم التنمية؟ يكون في مواقف تحديات، كان الرياضة رجع معانا كوتش عاصم بس كوتش عاصم أنا عملت كم ميوت، يا ريت لو عملت ميوت لنفسك من هناك. كوتش عاصم يا ريت تتكلم. صوت ظهر؟ ايوه الصوت ظهر. ايوه نعم. دي الرياضه صراحه يعني من اهم المناشط يعني البيجت كل اسف ما موجوده في. السلام عليكم. عليكم السلام. دي الله على السلام. تفضل وش عاصم. كوتش عاصم احنا سامعينك. الصوت بتاعه شوية تمام يقطع. احنا ممكن نعمل بالمناسبة الموديل اللي عملناه كان مع الناس المركز القومي للبحوث، بانه بنرسل لهم زول يكون تكنيكال سبورت يعني عشان نتاكد بس انه الامور تمشي تمام. شكلنا ان شاء الله في المرات الجاية نحاول عشان نقلل بس مسألة المشاكل الفنية وكده ندخل لك مامون. إقبال ومامونة ما أعرفهم، هم ذاتهم اختفوا لنا من ال... هم بيقوا ما في برضو؟ نعم هم لأنه يعني كانوا قاعدين بعد مسافة طويلة حاول نشوفهم صح. وعندهم حصة بعد شوية، هذا جزء من التدريب بتاع الباحثين السودانيين للأطفال على البرمجة. عندنا تدريب بتاع سكراتش بيتم كل يوم جمعة وسبت، يوم الجمعة من 10 من العمر من 6 إلى 10 سنوات، ويوم السبت من 11 ل 15 سنة. قدموا لنا المتطوع الباشمهندس مرغن مؤتمن والمبادرة يعني شايفها دكتورة وصال، المبادرة متبنيها دكتورة أمي مهاش عبد المطلب من كندا، يعني من كندا بتنسق مع باشمهندس مرغن الإمارات والأطفال بتدربوا في السودان. ممتاز. كوتش عاصم رجع. كوتش عاصم هاي انا والله اشيل وغير في مكاني ساي من هنا لهنا. طبعا دي واحده من الفنيات الجميله في السودان، انه في البيت نفسه في حته فيها شبكه قويه والشبكه ضعيفه في حته ثانيه، لكن الواضح لنا من هنا انه الشبكه عندك ضعيفه في الحته اللي انت فيها.
بالله هاي الشبكة هنا عاملة أحمد. أنت كنت فيها كان. أفضل كان كنت فيها في الأول كان أفضل. طيب ها كده كده كيف ما شاء أحسن. أيوة كده أحسن. طيب ده أحسن كثير. نعم أنا هعمل شير للبرزنتيشن فبس رجاء نمشي فيه سريع لأنه الزمن بتاعنا بقى جدا خلاص يعني جدا جدا. فاستعرضنا حقيقة أبتدي يا دكتور ولا؟ نعم. الحاجة الأساسية إنه نحن عايزين الطالب في المدرسة يحب الرياضة ويمارس الرياضة عشان الرياضة تقدر تقدم. الشبكة بكل أسف يا كوتش عاصم ما ظابطة يعني. إحنا ممكن إن شاء الله يعني نحاول يكون الجزء بتاع الرياضة ده يكون جزء من حلقات القادمة لأنه بكل أسف هسه شكله ما ماشي تمام. ممكن نعوضه مرة بإذن الله. نعم إقبال وأمون قال التلفون بتاعه انقطع ده جزء من الصعاب بتاعتنا ومشاكلنا. اعتقد انه من اهم المخرجات الليله بتاعت الجلسه بتاعت الليله دي اللي هو البلج بتاع دكتور وصال في انه تدرب زملائنا وزميلاتنا الاساتذه بتوع المدارس في حاجه كده نعملها. احنا قبل فتره كان عندنا مبادره بتاعت تدريب الاساتذه زملائنا الجامعيين وبتوع المدارس برضو على التعليم الالكتروني وعملنا تدريب تقريبا اخذ زي اسبوعين في برنامج مودول وتاكدنا انه سجلوا فيه وتخرجوا منه زي 426 أستاذ وأستاذة من حتات من كل السودان. نعم سجلوا هم 2600 لكن حضروا فعلا وامتحنوا ونجحوا في امتحاناتهم 426 أستاذ وأستاذة. والحاجة دي ممكن تحصل ونحن بقى عندنا خبرة كويسة في إدارة التدريب والأوركستريشن بتاعه في الباحثين السودانيين. بتمنى أن المبادرة تجي من عندك دكتور وصال وبمساعدة إيثار والمركز آمنة. نحن أصدقاء طوالي ونكون عمليين نأخذ الإيميل للتواصل. أنا بفتكر إنه في شراكات وفي ناس بخبرات زينا وأحسن مننا بكثير داخل وخارج البلاد. زي ما قلت قبل لازم يكون تيم وورك لأنه التخصصية مهمة جدا جدا لأنه هذا التدريب لازم يشمل على نواحي كثيرة جدا جدا زي ما قلت قبل شوية في التعليقات الدمج وأهمية الدمج وأشياء مواضيع أخرى يعني بتخص المدارس. فلازم يكون تدريب قوي وعميق ومتنوع ومن هنا بنطالب الناس أي زول عنده أفكار وعنده القدرة يتواصل معنا. ممكن أستاذ إيثار تاخذ لنا الإيميلات على أساس إنه الناس تتواصل معنا بالأول بالإيميل وبعد ذاك ممكن ننشئ مجموعة على الواتساب بالتفاكر وبعد ذاك بنطلع الناس على تفاصيل كيفية البداية والتدريب وتفاصيله وزمنه وممكن الشهادات حبذا تطلع من يعني تحسين السوداني ما في مشكلة ولا مركز أمن ما في مشكلة أو مركز أمن أو بالشراكة بينكم المهم يعني يطلع بشهادات عشان الناس تتسجل وتتحمل. نعم. إن شاء الله. إذا ممكن بس في حاجة عايزة أعلق على دكتور أنور كان قال إنه كيف ممكن المدرسة تعرف الـ يعني إن هي من المدارس الكويسة ولا لا. فأنا يعني من الحاجات مثلا ممكن تتعامل مع عارفة يعني وياريت تتعامل مثلا يكون في سيرفي بتعامل كل سنة والحاجة دي ممكن تكون أونلاين ولا ممكن تكون بأوراق إنها تنطبع مثلا وتوزع على الأهالي وتكون في أسئلة يحلوها مثلا يعني أو يكتبوا مثلا رأيهم الأهالي بكل صراحة وبكل وضوح وعلى أساسها تكون في جهة طبعا هي منظمة الحاجة دي ومسؤول عنها وعلى أساسها هي تعمل الريتنج للمدارس يعني كبداية وفعلا كده بيكون في مصداقية أكثر بأنه المدرسة دي هل فعلا تستاهل ولا وتستحق مثلا ولا مستواها كيف الريت حقها يكون أقل. نحن طبعا في حاجة مهمة نقولها إنه نحن بعدين قصة بتاع التصنيف في الجامعات السودانية داخل السودان يعني ياتو جامعة كويسة فياتو كلية فياتو كده دي حاجة حنمشي فيها برضو في مرحلة لاحقة ولو دكتور ويصال وكل الناس في التعليم العام
اون بورد ان احنا ممكن نعمل برضو تصنيف للمدارس السودانيه للمدارس في السودان. ليه؟ لانه احنا اخواننا ما مش المساله تسويق للمدرسه اكس ولا واي، المساله في انه الضبط للجوده بالضبط يكون في بالضبط المدرسه الكويسه في حاجه ان احنا ندعمها ونروج لها ونصفق لها زي ما دار نصفق لاولادنا، والمدارس الضعيفه في بعض الجوانب تعرف انها والله ضعيفه وين، لانه كثير من الاحيان الناس بتكون قاعده في الوهم المعرفه انه والله احنا امورنا طيبه وهم امورهم ما طيبه. اقبال ما منجو داخلين يا ايثار ممكن نديهم دقيقتين طوالي تديهم الاسئله بتاعتك. انا متحمسه جدا انه انا الاقي. هلو مامون وإقبال، أنا ما شايفاهم ظهروا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أنتوا كويسين؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. كنت عايزة أسألكم رأيكم شنو، أنتم مبسوطين وفي المدرسة عموماً؟ نحن ما عايزين نقول أسامي بتاعت مدارس هنا، فلكن عايز أعرف أنتوا كأطفال مبسوطين في المدرسة، بتحسوا المدرسة دي فعلاً مؤثرة فيكم؟ دكتور أنور لو حسيت سؤالي كبير عليهم ممكن تساعدني. يا أخي أنا قبل بتكلم معهم في مصاريف المدرسة وفي بتاع، قالوا دايرين هوم سكولينج، يعني ديل الأسئلة ما كبيرة علمونا ديل. ما شاء الله. إقبال ومامون. دي موضة العصر دي على فكرة الهوم سكولينج حتى هنا. حتى هنا بيعملوا كده كده. أنا فخور بكم جدا يا إقبال ومامون، وسعيد إنكم تكونوا جزء من الحلقة دي عشان توروا دور، يعني شايفين شنو المدرسة ظريفة ما ظريفة، الحاصل شنو. شنو الحاجات الحلوة في المدرسة؟ الحاجات الحلوة في المدرسة شنو؟ بتخليك تكون سعيد ونشيط وعايز تمشي المدرسة وتكون زول كويس وطالب كويس ويعني تسمع القوانين حقت المدرسة، شنو أكتر حاجة بتحبوها في المدرسة؟ بس الصوت بيقطع. أيوة افتكر الشبكة من عندكم ضعيفة يا إقبال مامون، لكن قولوا شنو الحاجة اللي حابينها في المدرسة، شنو الحاجة اللي ما بتحبوها؟ الشبكة. ما شاء الله. إقبال سامعانا، شنو الحاجات اللي بتحبيها في المدرسة؟ عايزة بس الصوت قطع. الشبكة من عندكم ضعيفة يا مامون إقبال، ممكن تغيروا حتتكم، أمشوا الاثنين تتحركوا وأقولوا شنو اللي بتحبوه في المدرسة؟ شنو ما بتحبوه في المدرسة؟ بس بسرعة. في تأثير كويس بس شوي يعني في زي تعرضتي لها يعني شوية يا إحنا أسمع عندكم الخط بيقطع شديد، قولوا الكلام في جملة واحدة. هم ذاتهم بيكونوا هاي. تكلمي يا إقبال، تكلمي. سامعنا؟ أيوة قولي. طيب حمد أنا حتى اللي بحب المدرسة يعني الإكسرسايز كل حاجات يعني بستفيد منها والأنز يعني أصحابك في المدرسة، الأنشطة والأصحاب في المدرسة.
والحاجة اللي ما بحبها إنه يعني أغلب وقت قبل ما المدرسة بخش أي واحدة خلاص إني هل حافظة ولا لا، لأنه الأساتذة ممكن عادي أي في أي لحظة، يعني أنا ما بكون حاجة قاعدة، فالإحراج اللي بلقاه في يوم الواحد من المدرسة ما كتير شديد. يعني حتى يعني طريق يعني حتى كان في معنا ناس مدرسة فأنا كيك بقى ما بحبه، فأنا تفهمت يعني يعني ما لازم يميز يعني يحب دولة تاني، بس أنا يلا بيقول لس الباقين يعاملوني أنا طريقة ما ياها يعني يعني كرهوا الناس فيه أنا، وبعدين إذا في زول يعني لي حاجة غلط وأنا ما بخاف، إحنا مش يعني أنا كان عدت أي أحياء غلط وخبوني يا ماما ما يعني حاكون في نادة حياة غلطة، بس ما خوفنا شديد من فتنوني وكيت معي بعد والله إذا ما عمل كده كده ده حنوديك الإدارة، ما فعلت ده اللي كله انضب في الإدارة يعني أنا وضع كميات بتاعت مراق في المدرسة عادنا، فأنا ما بتلزة نفس يعني بالناس يعني مثلا وما بيرعوا لي في أي مشكلة ما عارفة كم ما حصل معه بولينج، حصل بولينج في المدرسة وكان في يعني يعني في مرة كده ضربوا كان المرات شغال وكان بس ما يدعو عليها، صدقوا الطرف تاني أنه كان يعني واحد من المدعاء وكده فيعني كان عنده واسطة يعني عشان كده أنا ما حاسة إنه الجو عن مدى إذا نافع خالص يعني خافت. تمام، شكرا جزيلا يا أقبال. دكتورة وصال، أنت مديرة مدرسة، حاجة زي دي كيف فيدباك زي ده من طفل في مدرسة حاليا كيف وقعوا عليك؟ والله بأمانة وقعوا يعني challenging، صعب جدا، صعب خالص خالص. حاجة كويسة إنها هي بتحب الأنشطة في المدرسة، بتحب maybe الرياضة ولا أي نشاط آخر، دي حاجة جميلة جدا لأنه معناها هي ذات عندها اهتمامات غير أكاديمية يعني في إدراكها أوسع من في ناس بس عايزين القالب اللي اتخدته فيه والأكاديمي، دي حاجة ممتازة. علاقاتها هي معناها زولة اجتماعية، ودي برضو بالمناسبة واحدة من أهم الحاجات، إذا كان الطفل عنده علاقات اجتماعية صحية وعنده تقدير ذات كويس التأثير السلبي من القرناء بيكون بسيط، يعني بمعنى إنه يكون زول بيفكر وزول قادر على اتخاذ القرار بصورة أكثر قيادية وإيجابية. لكن لو جينا للجزء المخرج لنا نحن كإدارات مدارس، حكاية بتاعت التهديد للأمانة أنا برضو يعني من ناحية بتاعت تكنيك أنا بقول يعني أهم حاجة إنه أول حاجة حكاية التهديد الدائم قد يفقد يعني معناه، لأنه أحيانا كثير نحن بنقول للطفل هنعمل ليك وحنسوي ما حنعمل، بعد شوية هو بيستدرك إنه كلامك ده في الهوى سايح، وأهم من كده إنه يفهم السلوك زي ما قلنا الجبالك هو المثير للجدل، خلى الناس كلها في الموقف ده شنو ويتكلموا عنه بصورة كويسة يعني يحصل فيه نقاش، وفي معظم الأحيان بالمناسبة حقه مين لتصديق الطفل، ما عشان حاجة، عشان الطفل لما يشعر بالدعم ويشعر بإنه أنا وريته الصورة الصحيحة شنو بيفكر مع نفسه، يعني مرات كثيرة بخليه الموضوع معلق ما إلا أنا عاقب وما أنا محكمة، لكن بقول للطفل الحاجة دي كانت مزعجة، الحاجة دي كانت غلط، الحاجة دي كده سوى عملتها أنت وعمل الزول الثاني دي ما حاجة صح، لو عمل زول ثاني أنت دورك شنو ممكن توعي زول الثاني، بيكون في نقاش والنقاش ده هو اللي بيؤدي للوعي، والوعي ده هو اللي بيؤدي للتغيير على المدى الطويل أكثر من إنه أعاقب الزول الآن يعني.
فدي برضو واحدة من الأطر التقليدية اللي حابه نطلع منها. نحن ما محاكم، ونحن بنعاين قدام إنه كيف علاقتك تكون مع الطالب، وكيف الطالب يفكر يعني أكثر، يعني إنه الإقبال دي والله فكرت فيه، ليه عاقبوني يعني، وليه صدقوا الزول الثاني، ودخلت فيها مفاهيم أنا بفتكرها يعني بدري شديد إنه نفكر في الواسطات من حسن يا جماعة، يعني بدري شديد يعني ما مفروض يعني. فحاجة محرجة. الحاجة الثانية حتى أنا بقولها من ناحية المعلمين، بنبيهم للحتة دي، بقول لهم يعني مثلا فجأة يجيني أستاذ بحاجة بسيطة، إنه الطفل ده أنا قلت له طلع قاعد فوق الدرج، يعني ما خلاص قاعد فوق الدرج، ما أخطأ في البخاري ولا. فالفكرة إنه ما أي شيء أنت بتوصل به الطفل للإدارة بفهم بسيط، إنه أنت زي عندك يعني الحاجة دي الأشياء دي ذات درجات، ما أنت غلطت أنا بوديك للمنسق، غلطت أنا ممكن أحولك للمرشد يشوف يتكلم معك شوية، غلطت أنا بوديك لأبو الفصل، غلطت أنا بنادي أمك وأبوك أتكلم معهم، الغلط ده كبير أنا حاوديك للإدارة. حق تكون في مراحل، ما يجيش إن إحنا طوال نلجأ للإدارة، لأنه دي ذاته بالمناسبة بعد شوية الطالب بالذات الأكبر عمراً بالهيبة بتاعت الإدارة بتتكسر، غلط يعني هذا يعني الإدارة هتعمل إيه شنو؟ وبيجي حسب معظم المدارس ما في يعني دقوني، ما حد دقوني وعارف إنه ما في زول حيدقوا يعني، وحغلط حاجيك تاني هتعمل ليه شنو؟ فبدل ما نحن ندخل روحنا في الحتة الضيقة دي في الآخر، حقو نحن نحاول نبقى أزكى من كده، ونحاول تهاندل بطريقة أحسن من الأول. الحوار يا جماعة مهم جدا جدا، وبناء الثقة وفهم الشخصيات مهم جدا جدا في التعامل مع الأطفال، لكن لو عاوزين نتعامل بقوانين مطلقة بأنه الغلطان والما غلطان يتعاقب، ده كلام خطير ما بيودي لحتة. ولو دايرين نتعامل بأسلوب المحاكم برضو ده أسلوب يعني خطير ما بيودي لحتة، وناس يعني تستدعى الحكمة أكثر من إنه نستدعي عقاب ثواب حاجات ريجيد يعني. فعلى كل إن أنا بقول لي أنا عملت لكم شيرينج هنا لإقبال، كان قدمت قصيدة في تيدكس ومدرمان قبل سنتين، هي طوال ريبريزنتينج المدرسة وكده. فلما تجي يكون في فيدباك زي ده يعني، والمدارس غالية ذاتها ما رخيصة، فبتستغرب انت في انه والله يا اخي انا كولي امر هل انا بعمل الاستثمار المناسب؟ هل انا باخذ قروشي في الحته الصح؟ هل انا والله يا اخي اولادي دي للحياه المفروض انه ياخذوها من المدرسه؟ هياخذوها من المدرسه ولا انا ثاني حاجه اعمل الحاجات بتاعت المدرسه؟ لانه الجانب الاكاديمي ده يعني حاجه صغيرون، الزول بيطلع للحياه زي ما قال الشاعر احمد شوقي، وكم من نجيب في تلقي العلوم تلقى الحياه ولم ينجبها. يعني هندان احنا ناس PhDs وبتاعنا، لكن عارفين انه والله يا اخي انت سلوكياتك هي بتحدد مقدارك في المجتمع، ما دريتك العلمية. صح صحيح، الكلام ده دائما لزوم الله والعلم ده ذاته هو نوع من انواع التربية، يعني حتى العلم هو عبارة عن نوع من انواع التربية. انا ما بتعلم ساكت، يعني انا عشان اتعلم عندي شروط وعندي قوانين وعندي ليفلز عشان ما انا يعني اطلع بروحي في مستواي مثلا سواء الوظيفي اتطور اتحسن. ايوه بالضبط. والحاجه المهمه كمان انه الناس يعني العلم ده الواحد ممكن يفضل يتعلم لحد ما يموت، لحد ما انت تبقى عمرك 80 70 100 ان شاء الله تصل، انت ممكن تتعلم لاخر لحظه، لكن التربيه دي من الاول لازم من الاول يعني. نعم. طيب نحن الزمن بتاعنا طبعا خلاص يعني زي ما يقولوا فات، ويعني بكل اسف ظروف الانترنت الى اخره الحياه التقنيه ما خلتنا نغطي الحاجات بصوره كامله، فبالتالي يبقى والله يا اخي في حاجات ممكن ناجلها للمستقبل، وايثار هي اللي بتحضر الحاجات كلها. الله يجزاه خير، شكرا جزيلا عليكم جميعا. ايثار كلوزنج سوت. تمام. اول حاجه بنقول لك كوتش عاصم، نحن يعني بنتمنى انك تقبل مننا الثاني انه تكون معنا في جلسه ثانيه، لان احنا محتاجين نسمع كلامك بشديد. بس للاسف الزمن حقنا لانه مشينا زياده عليه، بنحتاج نقفل حسي. طبعا بشكر كوتش عاصم جدا، بشكر دكتور شاهد ودكتوره وصال، دكتور انور بالتاكيد، وبتمنى انه الليله نكون قدرنا نوصل المدرسه ما مبنى، المدرسة ما اسم، المدرسة ما برستيج، ما وضع اجتماعي، أنا بخد أطفالي فيه.
المدرسة، كمية من العناصر في المدرسة عبارة عن إدارة، عن المعلمين الجوا، البيئة اللي قاعدين جوا، المنهج اللي حيدرسوا الأطفال شنو، طبيعة الأنشطة اللي حيدوهم ليهم، هل في قوانين، هل مطبقة ولا ما مطبقة، الطلبة اللي قاعدين جوا، العموم من السلوك المعروف على المدرسة، حتى المدرسة دي تأثيرها على المجتمع شنو، هل بتقدم في حاجة للمجتمع ولا هي مدرسة قافلة نفسها وما في أي زول عارف أي حاجة، وبس عشان الناس سامعينه المدرسة دي والمدرسة دي والمدرسة دي خلاص فعلا دي هي أحسن مدرسة. بتمنى نكون قدرنا نوصل إنه قدر شنو فعلا المدرسة بتأثر في التربية، فلازم ننتقي بطريقة صحيحة والمدارس ترتقي بطريقة صحيحة. فشكرا لكم شديد، ونتلاقى إن شاء الله بعد العيد دكتور أنور لحلقتنا الجاية، وبإذن الله زي ما متفقين حتكون عن تربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إن شاء الله. فنتلاقى الأسبوع الجاي، شكرا لكم كلكم. شكرا جزيلا. في هذه الأثناء إن شاء الله حننسق في موضوع التدريب مع دكتورة وصال وأستاذ زيد. شكرا جزيلا لكم، وشكرا كوش عاصم وصال شهد إيثار والأطفال الحلوين اللي قبالوا مأمون على المشاركة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم كلكم. مع السلامة.